أحبائنا وأصدقائنا مشاهدي قناة الكرم، مرحب بيكم حلقة جديدة وقناة الكرمة. يسعدنا جدا النهاردة يكون معنا ضيف نعتبره صديق عزيز لقناة الكرمة، ويعني أخ يعني مبارك ربنا يستخدمه بكل قوة، أخ إليا كرولوس. مرحب بحضرتك يا أخ إليا. أهلا بيك أخت منى، وأهلا بأحبائي في الكرمة وأحبائنا بيشوفونا في كل مكان. احنا فعلا حضرتك وحشتنا جدا في قناة الكرمة، ومشتاقين فعلا نسمع صوت الرب على لساننا. آمين، ورب يدينا النهاردة وقت طيب مع الرب ومع كلمته، نتعزى بالإيمان المشترك أمين. وناخد لمسة وقوة باسم نكمل بيها مسيرتنا لحد ما يجي لنا حبيبنا الغالي الرب يسوع المسيح. باسم يسوع. يمكن موضوع حلقتنا غرباء ونزلاء. ليه غرباء ونزلاء يا أخي؟ ليه؟ لو في البداية نتكلم مقدمة صغيرة عن فكرة الحلقة النهاردة مع أحبائنا المشاهدين. الأوضاع الحالية اللي في العالم بتضغط على كل اللي عايشين في العالم، والله من خلال الأحداث عايز يقول لنا حقيقة عايزين نفتكرها ونتذكرها ونعيش بيها، إننا مش من العالم، ليسوا من العالم كما إني أنا لست من العالم. وعشان كده لو نقرأ بعد إذنك يا أخت منى في البداية جزء صغير مع أحبائنا الأفاضل من رسالة العبرانيين أصحاح 11 عدد 13، بيحكي لنا ملخص الكلام اللي هنقوله النهاردة، والحقيقة الرب عايز يحطها قدام عينينا. عبرانيين 11 عدد 13 إلى نهاية عدد 16. في الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. نعم. فإن الذين يقولون مثل هذا يظهرون أنهم يطلبون وطنا، فلو ذكروا ذلك الذي خرجوا منه لكان لهم فرصة للرجوع، ولكن الآن يبتغون وطنا أفضل أي سماويا، لذلك لا يستحي بهم الله أن يدعى إلههم لأنه أعد لهم مدينة. مؤمنين أبطال وحلوين عاشوا الرب وتابعوا الرب وكانوا فكرهم بيستنوا مدينة حلوة، وعشان كده عاشوا هنا غربة ونزلاء. يا رب النهاردة من خلال الحلقة وبعد الحلقة كل واحد ياخد إقرار عن نفسه، أنا غريب هنا في الأرض، والخيمة اللي عايش فيها ديت مش عنواني، مش تبعي، مش بيتي، أنا ليا بيت تاني. انت شوقتنا موضوع الحلقه، عشان كده خلينا نشوف تريم اخ ليه في الموضوع ده ونرجع نكمل مع حضرتك. امين. احبائنا المشاهدين خليكم معانا ناخد الترنيمه دي اللي ماشيه مع موضوع حلقتنا، ونرجع نكمل مع حضراتكم الحلقه. أنا عايش في الأرض غريب والخيمة دي مش عنواني، بتحرك وأنا عارف أكيد رايح للسما أوطاني. عن حبك في خيام الغربة وأشاور على بلدي الخالد، وأنسى اللي بيشغلني عنك وأهتم بالغرض الواحد، وأعيش في الأرض أشهد عنك أسعى وفي سعي أجاهد. مش هسمح لألام وهم ينسوني رجائي الأبدية، أنات الغربة وتعبي وحروقي في شمس البرية،
مش حاجة في أمجادك، ده كفاية يكون فيها جلالك، وده كله يهون لما أشوفك تمسح لي دموعي بخطوفك. أنا عايش في الأرض غريب، والخيمة دي مش عنواني، ما اتحرك ولا عارف أكيد رايح للسما أو ضالي. أنا عايش في الأرض غريب، والخيمة دي مش عنواني، ما اتحرك ولا عارف أكيد رايح للسما. افتح اذهاننا وفهمنا معنى العيشة في اراضينا، ورينا انت القصد السامي اللي عشانه اتخلقت اوانينا، وفي ملكوتك اشغلنا نسينا خيامنا واراضينا. يسوع يا حبيبي يا فداني، مت انت وخدت مكاني، وان كنت عملت ده كله عشاني مجدك يستاهل ايامي. عايش في الأرض غريب، والخيمة دي مش عنواني. ترنيمة جميلة جدا، وكلماتها فعلا بتتماشى مع الفكر اللي الرب عايز يتكلم بيه النهاردة. فبنشكر ربنا على الترنيمة دي، وبرحب بحضرتك مرة تانية أخ إليه. شكرا أخت منى، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. في البداية لو هنتكلم، هل فكر الغربة أو فكرة إن إحنا غرباء ونزلاء ده، هل ده فكر روحاني أو فكر متقشف أو فكر الناس كده إن هي تعيش على جنب كده لوحدها، ولا أصل إحنا غرباء ونزلاء بقى ونعيش في حياة يعني اكتئاب او حزن، ولا ايه فكر الكتاب بالظبط في الموضوع ده ان احنا غرباء ونزلاء؟ الاول عايز اوضح، لا اقصد بالغربه ان واحد مهاجر من بلد الى بلد، ومش معناه ان واحد سايب الشرق الاوسط قاعد هنا في امريكا او غيره او غيره. دي نقطه مهمه جدا، يعني مش قصدنا نتكلم المهاجرين، لكن احنا بنتكلم كمفهوم كتابي لمين بقى؟ كتابية لنا كلنا، ان كل من تعرف على المسيح هو يعيش على الأرض غريب. بناء على قول الرب يسوع له كل المجد، ليسوا من العالم كما إني أنا لست من العالم. الفكرة ديت فكرة كتابية. جت منين؟ الله في حكمته عمل الإنسان. لما نرجع للقصة من بداية خالص، الله عمل الإنسان وأوجده في أحلى مكان في الأرض. ربنا عمل الإنسان
ولما خلق الإنسان رأى الله أنه حسن جدا. يعني قال على كل حاجة أنها حسن. أما عند الإنسان ربنا شافه حاجة جميلة جدا أنه حسن جدا. وراح الله عمل له حتة حلوة يقعد فيها يا أخت منى. عمل له الجنة. جنة. يعني الناس يقولك زي الجنة. لا هو كان قاعد في الجنة. وقاعد في الجنة مستريح ومبسوط وكل حاجة. نهر حواليه والحيوانات والأشجار والجمال. حتى العروسة. ما تعبش فيها. يعني راح يخطب ولا يدفع مهر ولا يجيب شقة. صدقيني. ده هو الراجل نام جاهز يعني. نام لقى العروسه حاجه جميله جدا يعني ما اعرفش ايه اللي حصل في تخيلوا دلوقتي كده نصلي ننام نصحى نلاقي العروسه يعني. ده لو رحنا الجنه يعني والحمد لله ما فيش جنه زي ما نشوف بعد شويه فما فيش الموضوع ده. المهم واحد عايش بالطريقه ديت في حته حلوه زي كده ها المفروض يحمد ربنا ويعيش. ده رد حتى على اللي بيقول لك لو احنا في ظروف كويسه نمجد ربنا او واحد في ظروف كويسه. لكن الانسان بعد عن الله اخطا اغويه سقط في الخطيه طرد من الجنه والجنة غرقت. يبقى الإنسان تعب وخرب وأخطأ وسقط وكمان الجنة غرقت. الله قال إن مشروع سكن الإنسان في الأرض دوت مش هينفع. ولا سيما أن الأرض أخضعت للبطل. يعني بعد سقوط الإنسان صاحب السلطان هذه الأرض والخليقة كلها وضعت للبطل أي للفناء باختصار شديد. وينتظرها الدمار. طب ايه تاريخ الانسان على الارض بعد كده؟ يقول الكتاب عنها كده افخرها تعب وايه وبلية. يبقى لا الانسان هيعيش للابد كويس على الارض ولا الارض بقت تنفع. الله في محبته بقى عمل ايه يا اخت منى؟ قال هعمل انسان جديد واعمل مكان جديد. ازاي انسان جديد دوت؟ حاجه اسمها الخليقه الجديده بموت المسيح يسوع على الصليب. طب ازاي عمل انسان جديد؟ يوم أن مات المسيح على الصليب وأعلن أن بموته وقيامته يقدم نوع جديد من الحياة اسمها حياة المسيح. وكل من يؤمن بالمسيح خد حياة جديدة. إيه حياة جديدة؟ نوع حياة جديدة، صنف حياة جديدة. هذه الحياة الجديدة ما تستريحش إلا في المكان بتاعها اللي هو؟ اللي هو السماء. السماء. إذن حياة أبدية. حياة أبدية. مش حياة نقصد بها على الأرض لكن حاجة لكن حياة أبدية. مش حياة الإنسان الأول اللي كان يقعد على الأرض يأكل ويشرب ومبسوط. لا دي حياة المسيح. وحياة المسيح ما تستريحش هنا في الأرض. تستريح فين؟ في السماء. لأن هي حياة يعني للروح مش للجسد. للجسد كده. أوكي ليه حياة ولي طلباته ولي احتياجاته على الأرض لكن دي بنتكلم عن الروح. إنه هو إدى حياة للروح عشان يكون لي رجاء. يكون لنا رجاء. حياة الإنسان هنا على الأرض حياة مش مريحة. حياة تعب. حياة مشقة. والارض زي ما احنا شايفين شكلها مش محتاجين نتكلم عنها. زلازل واوبئة وبراكين زلازل واوبئة وكرب امم بحيرة. الله في محبته بقى عمل حاجة جديدة خالص. انسان جديد وكمان عمل وطن جديد. ايه الانسان الجديد؟ الخليقة الجديدة. بص كده هقرأ اية مع حضرتك في رسالة يعقوب. نشوف ان الولادة الجديدة والخليقة الجديدة عملت نوع من البشر جديد. إنسان أنا وإنتي وكل أحبائنا المشاهدين. لكن خلال الولادة الجديدة في المسيح عمل نوعية خليقة جديدة حياة جديدة جوه الإنسان. يعقوب 1:18 من فضلك أخت منى لو تقرأها لنا يبقى كتر خيرك. عدد 18 بس. شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة من خلائقه. لك المجد يا رب. شاء فولدنا بكلمة الحق لكي إيه؟ نكون باكورة. باكورة يعني إيه باكورة؟ فيرست بورن يعني افضل الخلائق اول الخلائق انواع افضل انواع الخلائق. ايه الخلائق ديت؟ الخليقه الجديده في داخلي. المسيح يحيى فيا الحياه الابديه. هذه الخليقه الجديده يا اخت منى ما تستريحش في الارض. ما تستريحش هنا في البريه ديت. تستريح فين؟ تستريح في وطنها. تستريح حيث المسيح جالس. الطبيعه اللي فيا مش مستريحه هنا. تستريح فوق. ومن هنا نشأت فكرة الغربة. الغربة واحد قاعد مش في مكانه. ونفس المفهوم دوت يبقى واضح عند أحبائي الأفاضل. ليه المؤمن الحقيقي غريب؟ لأن واحد قاعد مش في مكانه. أنا إنسان روحاني ساكن في جسم ترابي قاعد في حتة مش بتاعتي. يبقى مستريح ومش مستريح.
مش مستريح، بس انا عايز حضرتك سؤال يا اخ ليه. اتفضل. دلوقتي احنا بنتكلم عن الشخص المؤمن المختبر ان هو يعني غريب وان هو ليه روح ومش هتستريح غير في الابديه، لكن كلنا لينا نفس وروح وجسد. تمام. فحتى الشخص الغير مختبر المسيح هو برضه ليه حياه بعد الموت. بالظبط كده. كويس، بس فين بقى؟ ليه حياه فهو بعد احنا الموت؟ كلنا غربة، احنا كلنا حياتنا على الارض قصيره. صحيح. ومحدوده، سواء انا خدت اختبار او ما خدتش. يفرق في ايه بقى؟ يفرق ان الخاطي اللي ما خدش الطبيعه الجديده هيطلع من ارض الشقه هيروح على ابديه تعيسه. في عدد تميم زمان كان بيقول شقه هنا وهناك لو مت في خطاياك، يعني هيطلع من ساقيه يقع في دحديره. ده مثل بيقولوه الناس البسطة، يطلع من الارض المتعبه يروح على الابديه التعيسه، النار لا تطفأ. صحيح، غربه قصيره، لكن رغم كده هو قاعد مش حاسس، مش فارقه عنده، ناكل ونشرب لان غدا نموت. يعني ده الهدف بقى، ده الهدف يعني بتاعه. لان اكل ونشرب ده بقى كل حاجه بالنسبه له، ما عندوش حاجه تانية يعني. اما المؤمن الحقيقي المولود من الله اللي اخذ طبيعه الله في داخله، من ساعه ما عرف المسيح شاعر الارض مش بتاعته، الوضع مش مريحه، يهتف مع بولس ليس لنا هنا مدينه باقيه. ليه اشتهي ان انطلق؟ ليه اشتهي ان انطلق واكون مع ليه يا المسيح؟ عم انت كنت قاعد كويس بتاكل وتشرب وعايش في شهواتك ومبسوط، يحسبون تنعم اليوم لذه، يطربون لصوت الدف والمزمار، يا إلههم بطنهم. كنت مستريح الأول، قال من ساعة ما دخلت الطبيعة السماوية وأنا كرهت الطبيعة الأرضية. ليه الحياة هي المسيح؟ ليه الحياة؟ زي بالظبط سمكة طلعتيها من الماية تبقى تفرفط كده مش قادرة تقعد. المؤمن الحقيقي الذي عرف المسيح أحبائي لا يستريح هنا في الأرض، لأنه عبارة عن كيان روحاني قاعد في جسد ترابي في أرض ترابية مش مستريح. يبقى ألخص وأقول كيف نشأت الغربة الروحية. نشأت منذ أن دخل المسيح إلى القلب وأعطانا الطبيعة الروحية وولدنا ولادة ثانية وأوجد لنا وطنا سعيدا آخر، الروح الذي في داخلنا نئن مشتاقين لا أن نخلعها بل أن نلبس فوقها مسكننا الذي في السماء. فين بيتنا؟ فين أرضنا؟ فين الطبيعة تستريح فين؟ قال لنا كده المسيح، في بيت أبي منازل كثيرة، أنا أمضي لأعد لكم مكان، وإن مضيت وأعددت المكان آتي أيضا وأخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. أصلي من كل قلبي أن الرب النهاردة يجاوب على السؤال اللي محيرنا، ليه تعبانين؟ ليه قلقانين؟ ليه مش مبسوطين أحبائي الأفاضل؟ ببساطة شديدة لأننا ناسين أن احنا روحانيين قاعدين في جسد ترابي، احنا سماويين قاعدين في ارض الشقاء والاتعاب، لازم نتعب شويه، وهذا التعب يولد عندنا رغبه واشواق، حتى متى يا رب نبقى هنا بالانتظار؟ فيا دقائق اعبري وقربي ذاك النهار. امين امين. لكن هل يا اخ ليا يعني دلوقتي حضرتك قلت نقطه مهمه في البدايه، سواء انا مهاجر في بلد غير بلدي امريكا او كندا او في بلدي الاصليه انا غريب. بالظبط. احنا يعني بندور على الراحه في الارض، فعشان كده يمكن في ناس هاجرت تدور على حياه افضل، لكن هل ده معناه ان انا ما بقتش غريب؟ يعني انا دلوقتي استقريت، هاجرت واستقريت مثلا في بلد مختلف، هل ده بقى معناه ان ما فيهاش صراعات وما فيهاش الام وما فيهاش احزان وما فيهاش اوجاع واتعاب وكده، الدنيا مستقره وجميله، مش محتاجه افكر بقى في السماء والغربه والكلام ده؟ اسال السؤال بسؤال. فضل. اجاوب على السؤال بسؤال. انا عايز كل احبائي بيشاهدونا النهارده، مش اللي في الشرق الاوسط، اللي بيشاهدونا في امريكا وشمال امريكا وكندا، مين هاجر وجه في الاراضي ديت ويقدر يقول النهارده على الشاشه أنا مرتاح 10 على 10؟ أنا أستنى أسمع إجابة. أنا جاوب. واحدة منهم حضرتك وكل اللي معانا اللي في استوديو أحبائنا واللي سامعنا دلوقتي، مين قاعد مرتاح؟ صراعات مختلفة وآلام مختلفة وأحزان وأوجاع. اختلفت أنواع التعب والألم. لكن ستيل الأرض قال عنها الكتاب أخضعت للبطل، الخليقة كلها تئن وتتمخض، ونحن أنفسنا الذين لنا بكورة الروح نئن في أنفسنا متوقعين التبني في ذأك سدنا. إذن مش معنى أن غيرت المكان، ودي خدعة الشيطان مع ناس كثيرين، بس لو سبت البلد اللي أنا فيها، لو سبت الشرق الأوسط، لو جيت هنا، صحيح قد تختلف الصورة من أوضاع لأوضاع، وده مش موضوعي وما أحبش حتى أدخل فيه، لكن تختلف الصورة من حاجة لحاجة، لكن تبقى الأرض كما هي. والمؤمن الحقيقي أحبائي لابد أن يتعلم ويعرف الدرس. إحنا مش هنا،
احنا مش تبع هنا، احنا تبع هناك، ليس لنا هنا بديل، لان طبيعة الروحية والمسيح الذي في داخلي يشتاق ان يسكن الوطن السعيد. هاتي سمكة مرة تانية طلعيها من المية، قول لها طلبتك ايه يا سمكة؟ أرجع. لو هترد عليك تقولك اعملوا معروف، اعملوا معروف، رجعوني المية تاني. الطبيعة الروحية اللي في داخلنا احباء المسيح في داخلنا عمال يصرخ كل يوم، عمال يقول كل يوم انا مش عايز الارض، انا عايش في الارض غريب، امتى اروح وطني؟ واذا سمعنا لهذا الصوت وقلت له فعلا يا رب انا مشتاق اروح عندك، انا مشتاق اكون في السماء، هنا عرفت مفهوم الغربة، انا مش عايش كئيب ومش عايز مش عايش زاهد او متقشف او كئيب، انا عايش في الارض هنا غريب، لكن عارف انها فترة مؤقتة اوجدنا فيها ربنا هنا لحد ما نروح الوطن السعيد بتاعنا الابدي، حتى حيث اكون انا تكونون انتم ايضا. وكان الذين يستعملون هذا العالم لا يستعملون لا يستعملونه لان هيئة هذا العالم تزول. طيب هل الرب يسوع لكل المجد اتكلم على الموضوع ده او علمنا عنه في خلال تعاليمه وفي خلال حياته على الارض، ولا بس كان مجرد كتابات للرسائل زي بولس الرسول او سؤال رائع. سؤال رائع. اختمونا واحبائي الافاضل، مثالنا الاعظم في موضوع الغربه هنا على الارض المسيح يسوع له المجد. اول درس اعطاه المسيح لنا هو الغربه. اسال سؤال، اين ولد المسيح يا اختمونا؟ في بيت لحم اليهوديه. فين؟ في أي حته بالظبط؟ مدينه النصيره. في مزود. كده برضه؟ ليه؟ صحيح الهدف الاعظم عشان يقول ان هو ذبيحه طالع من المزود، ده الهدف الاعظم طبعا. لكن هناك هدف اخر كمان. يقول الكتاب عن القديسة المطوبة الغالية على قلوبنا العذراء مريم. لما جت تمت أيامها لتلد، يقول الكتاب لم يكن لهما موضع في المنزل. كانتش عندها مكان في المنزل. وضعته فيه وقمطته وأضجعته في مزود. حطته في مزود، ما عندوش مكان. ولما عاش حبيبنا الغالي أحبائي على الأرض هنا، يقول عنه الكتاب واحد جاله قال له أتبعك يا سيد أينما تمضي، قال له خلي بالك بس على فكرة، للثعالب أو جرة ولطيور السماء أو كار، أما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. هو نحسم المسيح؟ بقى مسيحنا اللي قال عنه الكتاب افتقر وهو الغني، الغني لكي تختنوا أنتم بفقره، لأوزع الغنى الروحي يعني. مش كده برضو؟ اللي قال عنه الكتاب السماوات كرسي والأرض موطئ لقدميه، ده كان ممكن هو نازل من السماء يجيب معاه 2 مليون دولار مثلا يشبرق بيهم روحه. ده الغني، ده الغني يفتح يده فيشبع كل حي رضا. بس أول درس أحباء الأفاضل حب المسيح يعلمه لنا أنه غريب، واللي هيمشي ورايا يعرف أنه غريب. اللي تعبنا أن احنا عايزين ناخد المسيح بخلاصه وفدائه والسماء والشفاء والخير، ما ناخدش الغربة، عشان كده تعبانين، لازم ناخد المسيح كله على بعضه. فأول درس علمه لنا المسيح لما وصل الأرض أن هو غريب، تولد في مزود، ليس له أين يسند رأسه، حتى يوم أن مات المسيح اتدفن فين المسيح يا أخت منى؟ في قبر مش بتاعه. في قبر مش بتاعه. يبقى تولد في مزود، ما عندوش مكان في المنزل، عاش ينام في الجبل بالليل. رب المجد، رب المجد له كل المجد، أسجد قدامه احتراما. ويوم ما اتدفن، الناس دايما ساعة الجنازات تسأل تقول هم فين مدفن الأسرة؟ أنا أعتقد كده سألوا عند الصليب، إيه يا ترى الأسرة هيدفنوا يسوع فين؟ ما عندوش مكان. حد ما جه واحد اسمه يوسف الذي من الرامة، من برع يعني، برع، ووضعه في قبره الجديد اللي عامله لروحه. يا سلام يا يوسف، يا بختيك يا بختيك يا بختيك، لم يوضع فيه أحد قبل. لما وقف المسيح قدام بيلاطس وقال له بيلاطس أفأنت ملك؟ رد عليه المسيح قال له مملكتي ليست من هذا العالم. هذا العالم. إذن فكرة الغربة الدرس الأول الذي وضعه المسيح بحياته العملية، وبعد كده علم به، علم به. حب نقرأ ممكن آيتين مع بعض أختمونا من فضلك. نقرأ مع بعض إنجيل يوحنا، شوفي إزاي الرب يسوع المسيح حط الفكر دوت في قلوب التلاميذ. يوحنا 17، إنجيل يوحنا أصحاح 17. بعد ما عاش الرب يسوع حياة الغربة على الأرض، بدأ يعلم تلاميذه يقول لهم حبايبي أنتوا مش من العالم. عدد كم؟ يوحنا 17 وعدد 14.
أنا قد أعطيتهم، أنا قد أعطيتهم كلامك والعالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم. كملي. كما أني أنا لست من العالم. ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. لست من الإيه؟ العالم. العالم. لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. كررها مرة تانية بعد عدد 16. ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. أحبائي الأفاضل، أصلي من كل قلبي أن الروح القدس يلمع قدام الحياة الذي ليسوا من العالم، أنا وأنتم، كما أن مسيحنا ليس من العالم. أكد عليها المسيح أكثر من مرة في تعاليمه، إحنا مش من العالم. وكان دايما يرفع عينينا فوق، حتى هو بيتكلم انظروا إلى طيور السماء. مرة بولس يقول للإخوة المؤمنين إن كنتم قد قمتم مع المسيح اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. لكن أكيد ربنا يعني بيبقى ليه تعاملات معانا وبيبقى ليه يعني طرقه معانا وبيبقى ليه سكته علشان نقدر ناخد الاختبار ده نقدر نوصل له. ما بقاش سهل كده أن أنا إيه خلاص قبلت المسيح فأنا قادر بقى أعيش المفهوم ده وأعيش مفهوم الغربة ومركز يعني أكيد ربنا بيحتاج لتدريب لينا وبيحتاج لوقت عشان يدينا الاختبار ده وقت بيتعامل معانا. شوفي حضرتك، أسهل درس عارفيه كل المؤمنين وأصعب درس بيقع في كل المؤمنين هو مفهوم الغربة. اسألي أي مؤمن يقول لك احنا مش من العالم، احنا مش من العالم. هو إيه بقى؟ كلبش فيها جامد قوي. واخد بالك؟ بس حاولي كده تاخدي منه حاجة. عض قلبي ولا تعض رغيفي. زي ما بيقول المثل يعني. يعني إيه بقى؟ والآيات تكتر والترانيم تكتر والحاجات الحلوة تكتر. بعدين بقى شوف بقى المؤمن مانداي تو فرايداي. أو الحد ساتردي لما نشوف يجي يوم الحد بقى إن شاء الله. أيوه. عايش في العالم وكلبش في العالم وحياته عالمية وكلامه عالمي وعشان كده مفيش بركة في حياتنا لأنه الإزدواجية صعبة قوي. ما ينفعش لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، ما أن يحب واحد ويحتقر الآخر وما ينفعش يوضع رقعة جديدة على ثياب عتيق، إما أنا عالمي أو إما أنا سماوي. وعشان أوصل إلى هذا الاختبار ربنا بياخد مع المؤمن معاملات كتيرة. هنشوف بعض التدريبات كده واختار شخصية زي شخصية يعقوب. يعقوب انا بحب الشخصية ديت لانه من الشخصيات الواضح فيها قوي معاملات ربنا عشان يعلمه درس واحد ان هو غريب. يعقوب قعد كم سنة؟ 137 سنة عمره. عارفة ربنا قعد يعلمه درس ده في قد ايه؟ 130 سنة. طب حلو، يعني ربنا لسه قدامه معنا وقت بقى. ده اذا كنا نقعد 130. لا حاليا ما فيش 130 عشان ايه تأثر على نفسك الاخر يعني ناخدها بدري. طب ينفع 98 طيب؟ 70 ومع القوه 80 قال كده الكتاب. لو حد زود تاني ده يبقى حاجه يعني جفت من عند ربنا. فربنا قعد مع يعقوب 130 سنه عشان يعلمه ايه؟ مش يعلمه شرح اللويين ولا العبرانيين ولا شرح سفر الرؤيا. قعد 130 سنه يعلمه درس واحد. انه غريب. وده اللي عايز اقوله لنفسي واخواتي الاحباء اللي بيشوفونا النهارده. عايز اقول انه خلي بالك ليه في معاملات صعبه في حياتك، ليه في اختبارات صعبه. اسمعوا كده يقول ايه الكتاب في سفر المزامير. جعلت ضغطا على متوننا، ركبت اناسا على رؤوسنا، ادخلتنا الى النار الى الماء ثم اخرجنا الى الخصب. ايه الفكره؟ الله عايز يعلمني انا غريب، انا مش من العالم هنا. ارجع ليعقوب تاني. يعقوب صوره للمؤمن اللي ياخد البركه ويعيش في العالم. ده نبتدي من البداية بقى اللي هو ايه دور على ازاي يعني بخداعه ومكر اخد البركة واخد البكورية وكل حاجة عشان هو فكره هنا بالزبط. بيدور على البركة اللي هنا وربنا اتقابل معاه حب يطمنه شجعه يعقوب امشي معايا خليك كويس انا هباركك اسمع الكلام واسمع الكلام واردك الى هذه الارض يعني تكوين 28 لاني لا اتركك حتى افعل ما كلمتك به. ايوه كان ده حلو ولا وحش؟ كويس. يطمن ولا يقلق؟ يس. يطمن. طيب مفروض ربنا قال لي يا إيليا انا معاك واحفظك وهباركك وامشي معايا. اعمل ايه بعد كده؟ امشي مع الرب. اصدق ربنا. عيش معاه بامانه. قول له رب اشكرك انك انت تهتم بيا. يعقوب بقى زي ما بيقولوا المثل عايز يعيش عيشه الغني ويموت موتة العازر. قعد بعد كده بقى يلف ويدور. ازاي يضحك على اخوه وازاي يستعمى ابوه وازاي يضحك على خاله وازاي يسرق البركه وياخد البكوريه
وفي الاخر عرف يلم ثروه كبيره. شفتوا بقى؟ شفت الشطاره بقى والفهلوه؟ انا عملت ايه؟ اديني ضحكت على الناس كلها. واتحرم منين بقى؟ بس خلي بالكم احبائي، الله لا يشمخ عليه. الله لا يشمخ عليه. الله بقى مش هينسى الدرس بتاعه. يعقوب انت تبعي، انت غريب ولازم تتعلم الدرس دوت. طب يعلمه له بقى ازاي؟ الله استخدم ثلاث امور صعبه عشان يعلم بيهم يعقوب الدرس. درس ان هو ايه؟ غريب. غريب. اول حاجه ربنا استخدمها معاه واحد في تكوين 2 تكوين 32، اتقابل معاه ربنا في حته اسمها مخاضة يبوق، وصارعه حتى طلوع الفجر عشان يباركه. وبعدين يقول كلمه صعبه قوي، يقول ايه؟ ولما راى الله انه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه. تعبير صعب قوي. اقوله تاني. ولما راى انه لا يقدر عليه، هسال سؤال، مين مش قادر على التاني؟ ربنا مش قادر على يعقوب. قولي ما تخافيش. ربنا مش قادر على يعقوب، تخيلي معايا. يعني مش قادر على يعقوب، يعني ربنا حب يبارك يعقوب كده سموزلي ببساطه، مش جايب عن طريق اجتماع ومؤتمر وترنيمه وهللويا وتعزيه، نتعزى ونسقف ونهلل والتاني يوم نعيش في العالم. مش نافع معاه. لما راى انه لا يقدر عليه، خلي بالك اخويا الفاضل واختي العزيزه، الله عايز يعلمك ان غريب بس مش قادر عليك. ما تجبرش ربنا يستخدم الطريقه الثانيه عشان خاطر يعلمك ان انت غريب. عمل ايه بقى؟ فضربه على حق فخذه، فانخلع حق فخذه. ادي اول طريقه اهو بقى. احيانا الله يستخدم ان ياخد قوتنا المتكلين عليه عشان نعرف ان احنا غرباء في هذا العالم. نمره 2، قالك وماله؟ يعني صحتي اتاخدت مني، ربنا يخليه رحيل، اهي بتحبني وبحبها، ويوسف اهو ابن الغالي، والعمليه ماشيه تمام. اصح 35 ياخد منه مين بقى؟ رحيل. مع انه على فكره حاططها في اخر الطابور ورا. لما جه يعمل طابورين يقابل بيهم عيسو، حط مين ورا؟ رحيل. عشان خايف عليها. خايف عليها. قام ربنا لف وجاله في اخر الطابور ورا. صدقيني، وراحوا خدوا منه مين؟ رحيل. خد منه رحيل. بس يعني قبليها كان اتحرم من مامته، من باباه، من اخوه، وهرب. يعني قبل ما يتحرم رحيل كان في حرمان من العيله كلها بسبب. انا بتكلم عن الحاجات اللي خدها هو كبير بقى. هو لكن بقى في السكه كده قبل دول اتحرم من مامته، من باباه، من اخوه، عاش لوحده وعاش غريب، يعني طريد نقدر نقول يعني. بالظبط كده. اتفضل كمل يا خليل. ثالث حاجه بقى خدها منه دي اللي عمت عينيه بقى بعد عنك، خد يوسف منه. وعلى فكره مش هو خد يوسف، ده هو اللي بعت يوسف بايديه، قال روح شوف سلامه اخواتك. ما رجعوش يوسف ثاني. قال بقى لاولاده، عندي دي بقى اتكسرت وسطه بعيد عنك بقى. قال لك الان تنزلون شيبتي بحزن الى الهاويه. لكن الله ما سابهوش. الله لما يقول عنه الكتاب لا يذل من قلبه، اذللتك لا اذلك ثانيه. ربنا لما بيعلم ويدرب مش قصد ان هو ينتقم مننا، ده ابونا المحب اللي بيدربنا وعلمنا، بس خايف علينا، خايف علينا العالم. لا تحبوا العالم والاشياء التي فين؟ في العالم. حين يقرصنا ويحرمنا ويؤدبنا، كل من يحب الرب يعمل ايه؟ يؤدبنا. عشان يعلمنا درس واحد، انتوا غرب يا جماعه. وفي الاخر نطق بيها يعقوب في الاخر. ممكن نقراها مع بعض؟ اتفضل. طلع لنا تكوين، هشوف بس اصحاح 46 يمكن على ما اذكر. ازاي بقى يعقوب ينطق في الاخر ويقول انا ايه؟ انا غريب. بس اتعلمها بعد وقت يعني صعب قوي. سفر التكوين اصحاح 47، قرينا عدد 7 يا اخت منى من فضلك. ثم ادخل يوسف يعقوب لغايه فين؟ نقرا عدد 7 و8 و9. ثم ادخل يوسف يعقوب اباه واوقفه امام فرعون، وبارك يعقوب فرعون. فقال فرعون ليعقوب كم هي أيام سنية حياتك؟ فقال يعقوب لفرعون أيام سنية غربتي 130. غربتي أول مرة ينطقها. أيام سنية غربتي مالها؟ 130 سنة. قليلة ورديئة. كم كانت أيام سنية حياتي ولم تبلغ إلى أيام سنية حياة أبائي في أيام غربتهم. يبقى نطق كلمتين مرة واحدة دلوقتي. مبروك عليك يا يعقوب. اتعلمت الدرس. مش تعلمها بعد ايه؟ 130. فأنا عايز أقول لنفسي وأحبائي،
هتتعلموا هتتعلموا. تعلموا في 10 سنين، في 15 سنه، في 20 سنه، ربنا ما يقولوش حاجه. ممكن يعلمونا على فراش الموت. بس لازم بس يا بخت يتعلمها ويعيش فرحان، انا عايش في الارض غريب والخيمه دي مش عنواني، عيش فرحان، عيش مهلل، بلاش الارض اللي ماسكه رجلينا، اللي مش عارفين نطير ومش عارفين نفرح ومش عارفين نتعزى، رغم ان احنا بنحضر اجتماعات ومؤتمرات، اما منتظروا الرب يجددون قوه، يرفعون اجنحه كالنسور، يمشون ولا يعيون، يرقدون ولا يتعبون. ارجع لسؤالك تاني، انا جاوبت اجابه مطيله، معلش الوعاظ دايما ما يعرفوش، ما فيش يكلموا احنا محتاجين نتعلم. الرب يباركك. الله يتعامل معنا معاملات عديدة وطويلة لنصل إلى هذا الاختبار. أنا غريب، قد يحرمني من الصحة، عشان زي ما قال الكتاب، آسف، قال واحد من المفسرين على حياة يعقوب كلمة افتكرتها دلوقتي، الله كسر يعقوب عشان يعرف يمشي عدل، الله عماه عشان يعرف يشوف. غريبة الكلام دوت؟ أول مرة أسمع التفسير. أقول تاني، يعني يعقوب قعد لحد ما خلط أبوه، كان بيمشي كويس، بس كان بيمشي إيه بقى؟ عوج، صح؟ أول ما ربنا كسره في مخلط أبوك مشي عدل بعد كده، رغم إن جسمه حصل له إيه؟ كسر، بس مشي عدل. وربنا عماه عشان يعمل إيه؟ يشوف. يعقوب كان بيشوف بعد ما عمي على فكرة. يقول لنا الكتاب لما جه يبارك ولاد يوسف، يوسف جاب له البكر اليمين على الكبير على يمينه والصغير على شماله، منسى وإفرايم، راح هو عمل ايه؟ ايديه كده اهو، راح عامل العيديه بالطريقه ديت، مش كده؟ يوسف قال له يا بابا مش كده، بابا كده غلط، يعني غلط كده. قال له علمت يا ابي، يا ابني علمت، انا عارف يا ابني، انا شايف فعلا اللي حط ايده على الصغير إفرايم هو البركه، ومنسى هو الشرير. كسره عشان يمشي حلو، وعامه عشان يعرف ايه؟ يشوف. هنتعلمها، بس اتمنى نتعلمها احنا قاعدين قدام الكتاب، عشان نفرح بالرب ونعيش غربة في ايامنا الارضيه. هل ده مفروض ان هو يخوفنا اطلاقا؟ احنا هنتعلمها دي، ده المفروض يكون بيقلقنا يعني، او ان احنا يخلينا يعني خايفين من ربنا، او مشدودين، او حاسين انه ياه ده هيفضل ورايا يعني؟ لا، الله مش الاله القاسي. عارفه يعقوب قال ايه عن المعاملات الحلوه ديت؟ اقول بكلام حلو بقى عن يعقوب، قالوا ايه؟ قال الله الذي رعاني منذ وجودي الى هذا اليوم. ايه ده؟ مش هو اللي كسرك؟ مش هو اللي خد رحيل؟ قال الله الذي رعاني. وعلى فكره الراعي مش بس ياكل ويشرب واكل كده وجسمي يسمن، لا لا لا، مش هو ده الراعي. لكن الراعي من ضمن الصفات يختمونها يرد نفسي ايه؟ يهديني الى سبل البر. عصاك وعكازك هما يعزيانني. هو ده الراعي. مين الراعي اللي بيرعاه؟ قال المرنم كده، مين الراعي؟ ده هو الرب يسوع. فده ما يخوفناش، لكن ده يطمني ان ليا راعي، بس راعي قدوس، نظير القدوس الذي دعاكم كونوا انتم قدسين في كل سيرة، ان كنتم تدعون ابدا الذي يحكم بغير مخحباة، فسيروا زمان غربتكم بخوف. هاتي لي مؤمن فرحان يختمونا، اقول لك عارف انه غريب. هاتي لي مؤمن متعزي، مؤمن مستخدم، خلاص عرف اللي فيها. انا سماوي، بس مش انا سماوي لاني مسيحي، برضه ارجع اقول تاني، او مولود في كنيسه معينه، لا، انا ابقى سماوي لما يدخل المسيح السماوي في قلبي. انا ابقى سماوي لما اخد اختبار الولاده الجديده اللي بصلي ان كل واحد النهارده ياخده، مش انتمائك لكنيسة وطائفة، لكن تاخد الولادة الجديدة زي ما الرب قال لنيقوديموس ينبغي أن تولد من فوق، وساعتها تبقى سماوي، عايش سماوي، عايش فرحان. أمين. ودي صلاة قلبنا المفهوم ده، وصلنا كلنا يا خلي. أمين. خلينا نشجع أحبائنا المشاهدين، رقم التليفون موجود على الشاشة، مشجعكم، نحب نسمع منكم أسئلتكم واستفساراتكم وطلبات الصلاة بتاعتكم، موضوع الحلقة، فبرحب بكم مدخلاتكم. في نقطة مهمة جدا يا أخي ليا، حضرتك ذكرت كده بعض الصفات، لكن أكيد الغريب دوت ليه صفات، أكيد بيتسم ببعض السمات المعينة، حضرتك ذكرت البعض منها في حياة يعقوب أو في الآخر، وبتقول فرحان وبيخدم متهل وعارف، فلو نقدر نتكلم ما هي مواصفات الشخص اللي عارف أنه غريب واللي عايش أنه غريب؟ بعتقد أن أول حاجة أختي الفاضلة الأخت منى،
عارف ان موجود هنا لإرسالية عظيمة ربنا حطه فيها. وقدام هذه الإرسالية العظيمة، ما اقصدش إرسالية يعني لازم يكون مسؤول عن ميشن ولا مسؤول عن منبر او مؤتمر كبير، لكن بحياته البسيطة الحلوة، انتم ملح الارض، انتم نور العالم. فانا موجود هنا مش عشان خاطر ابني وازرع اهدم مخازن وابني اعظم منها، انا موجود هنا عشان خاطر حاجة واحدة، اعظم المسيح. مبارك اسمك. وافتكر قصة جميلة حصلت مع الخادم العظيم سبيرجين، الراجل اللي كان في انجلترا، اللي غير مجرى وجه تاريخ انجلترا، لدرجة بيقولوا انجلترا قبل سبيرجين وبعد سبيرجين. كان ايام الملكة فيكتوريا، الملكة العظيمة اللي كانت بتحب المسيح، وانا في لندن عديت من عند قصر باكنجهام، افتكرت الترنيمة اللي بتقول هات له التاج الذي جل عن المثل وتوجوه وحده ربا على الكل. افتكرت ملكة فيكتوريا كانت لما تترنم الترنيمة ديت في الكنيسة تروح خلع التاج وحطها قدامها. عندما ممنوع اللوردات بيزعلوا قوي منها. ثم حيث يوجد الملك الحقيقي الرب يسوع، مبارك اسمه، عفوا، لا يوجد ملك آخر. في يوم من الأيام راحت لسبيرجين، كان بيحضر معاها الكنيسة وكان وعظ أمير الوعاظ، وقالت له سبيرجين أنا محتاجة لك كراجل أمين وتقي إنك تيجي تشتغل معايا في المملكة، هعملك وزير استشارات أو وزير واتيفر، يعني معرفش وزير إيه يعني، وهتخدم يوم الأحد بس. سيبك من الموضوع إيه بقى، موضوع تبقى خادم وتتنقل على الفرس بتاعك من بلد لبلد بدل التعب دوت، تبقى تيجي تشتغل معايا وزير. يا سلام، عرض يعني كويس قوي، واحد يبقى بلاش خادم يسافر كده بالشنطه بتاعته ويتعب، يبقى كده مستشار لملكه بريطانيا. ايه رايك في الامتياز دوت؟ يعني من مفهوم العالم شيء طبعا جميل، عرض مغري، عرض جميل، قدام واحد مش غريب، قدام واحد فاكر انه هيعيش في الارض كتير قوي يفرح. سبيرجين قال للملكه فيكتوريا هرد عليك بس بعد وعظه يوم الاحد. وراحت الكنيسه يوم الاحد، كان هو على الوعظه، وعظ وعظه رائعه، كورنثوس الثانية 5، نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعظ بنا. نسعى كإيه؟ كسفراء عن المسيح. روح القدس فاض جوه سبيرجين يتكلم عن شرف وامتياز المؤمن الغريب العايش في العالم يسعى هنا كسفير عن يسوع المسيح. ربنا بعتني سفير أتكلم عن أعظم إله وأعظم عمل، صليب المسيح ودم المسيح وحب المسيح. وبعد كده بعد الاجتماع الملكة فيكتوريا فهمت الرد على فكرة. راحت لسبيرجين سلمت عليه، قالت له سبيرجين اسمع الرد، قالت له ايه؟ إذا دعاك المسيح أن تكون سفيرا له فلا تتدنى وتصبح ملكا لبريطانيا. إذا دعاك المسيح أن تكون سفيرا له فلا تتدنى وتصبح ملكا لبريطانيا. غريب، شي غارت، هي عرفت يعني. طبعا هي فهمت قدام العرض المغري، ما تضحكش عليه. الصفة الأولى للغريب، يعرف هدف وجوده في العالم. قال بولس مر هذه العبارة، لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع. لكن في صفات كثيرة تانية ومهمة، ويمكن من ضمنها هو شخص مميز، شخص مختلف، شخص مش زي اي حد، زي ما حضرتك ذكرت في سبيرجين هو عارف وعايز ايه وعارف عايش ليه. شخص مختلف عن بيت العالم، شخص مختلف، هو بسيط، هو مبتسم بيروح شغله، يعني مش واحد كده يعني قد كده غريب وشاذ تصرفاته كده حاجه يعني متروحن يعني بقى لا 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 لا، بسيط جدا بسيط في لبسه، بيروح شغله، بيمارس حياته الطبيعيه عاديه جدا، بس مختلف عن العالم. مرة بالعام حب يلعن شعب الله، فبلاق أجره في سفر العدد القصة ديت، وبعدين قال له تعالى إلعن شعب الله، بص عليهم بالعام من كده من بعيد وقال يا سلام على الشعب دوت. اسمع كده يقول إيه، شعب يسكن وحده ومع الشعوب لا يحسب، شعب مختلف خالص عن بقية الناس اللي حواليهم. أول ميزة زي ما قلنا للغريب، الغريب شخص يعرف الهدف الذي أوجده الرب في الحياة، سفير. الشيء الثاني مختلف عن كل الباقيين، فتية الثلاثة عاشوا في مملكة بابل،
لكن كانوا مختلفين. يقول الكتاب عنهم كده لما جم الناس يشتكوهم للملك نبوخذ نصر قالوا يوجد فتية أناس موجودين لم يقيموا للسنن بتاعتك أي اعتبار. عندهم اعتبارات تانية. عندهم اعتبارات تانية. الكل بيسجد للتمثال هم يسجدوش للتمثال. الكل بيأكل من قطايب الملك وخمر مشروبه هم ليهم طعام تاني. الكتاب قال على دانيال جعل في قلبه ألا يتنجس بقطايب الملك ولا بخمر مشروبه. المؤمن مختلف. وإن لم أكن أنا مختلف يبقى في حاجة غلط في حياتي. ولازم الناس تحس بالاختلاف على فكرة. الناس تحس بالاختلاف. يقول الكتاب عن المؤمنين جنس مختار. كهنوت ملوكي. أمة مقدسة. شعب اقتناء. حلو قوي إن أنا أعرف إن أنا مختلف عن بقية الناس اللي حواليا. في هدفي. في كلامي. يقول الكتاب فإن سيرتنا هي في السماوات. إحنا قديسين في كل سيرة. وعايز أسأل نفسي قبل حضراتكم. هل يا ترى الناس اللي حواليا بيشوفوني مختلف؟ هل فيك وهل فيا يرون يسوع؟ عش طاهرا روح الجسد حتى يروا فيك يسوع. استاذنك ناخد من دخل اخي ليه ونكمل موضوع المهم بتاعنا. اخت ابتسام من الجيرسي اهلا وسهلا حضرتك على الهواء. مساء الخير. مساء النور حبيبتي اهلا بيكي. سلام ربنا يسوع المسيح لك وليكي ايضا. ربي يبارككم على هذا البرنامج. يعني بصراحة العنوان هو كلش رائع وعنوان الحلقة يعني مس حياتنا احنا مثلا كعراقيين جينا بلدنا غرباء وجينا سوريا كمان غرباء وجينا الامريكا يعني هاجرنا الى يعني بلدين لكن احنا مؤمنين انه احنا هو الوزلاء احنا عندنا الرب يسوع عطانا انه نحب هذا العالم اللي عايشين في العالم لكن ما نحب هذا العالم فكل انسان عنده وزنات انه يستخدمها الاستخدام الصحيح بس عندي سؤال يعني صراحة انه احب انا اعرف الجواب اريد حتى اولاد اختي يفهمون هذا السؤال انه النعمة اللي ايش وقت ينتهي هي اختي السن سامعينك حبيبتي تفضلي هو في بس حاجة في الصوت بيزن شوية بتقولي ان احنا لما الوقت الفرصة تنتهي نعم انا بس احب انه افهم اولاد اختي لان اولاد اختي اعمارهم صغيرة وحبون من جول امريكا يحبون هذا يحب يعمل له وشم هذا يحب انه يطبع انه يعني ما يتقبل كلمة يعني كلمة الرب يحب يسمعها بس احسه ما يريد يعملها فاحنا من عائلة مؤمنة يعني وقابلين الرب صار لنا 10 سنوات فاحب تصلونا امين حبيبتي امين صلي لك امين حبيبي ورب يبارك حياتكم ويستخدمكم ويخليكم نورة ومنار هاي الكلمة اللي يسمعكم يتبارك منكم يا حبيبتي شكرا لك يا اختي سامح حضرتك كمان السؤال وصل لي بالنسبة للسكند جينيريشن ازاي نقنعهم بحياة الغربة مش كده يعني احنا يعني الوقت الوقت هيجي وقت وينتهي والفرصة تنتهي يعني على الارض هو عايز اقول حلو ان احنا من البداية ان اولادنا نحط قدامهم الحقيقة ديت يعني ما نسيبش اولادنا واحنا نعيش قدامهم حياة العالمية هم صغيرين ما هو الولد من شاب على شيء شاب عليه بولس يقول لتيموثاوس وانك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة يبقى عايز اقول لنفسي واحبائي اللي عندهم اولاد حلو من اولاد الصغيرين نزرع فيهم الفكرة ديت نعرفهم ان العالم سيزول احنا كمؤمنين مش من الارض سواء قاعدين في أمريكا قاعدين في الشرق الأوسط قاعدين في أوروبا لما يتحط المفهوم دوت في الأولاد وهم صغيرين هيشيبوا عليه دي حتة مهمة أوي نمرة واحد ما نستناش نعيش إحنا كوالدين قدام الأولاد رايحين نتفسح جايين نتفسح عايزين نشتري عايزين نبيع عايزين نعمل نتكلم عن الاشترى ونتكلم عن اللي باع وكل دي حكاوينا في البيت بعد كده نيجي يوم الأحد يا أولاد إحنا غربة هاو كام هذا ما ابتدأ يسوع يفعله ويعمل إيه بعد كده ويعلم به نمرة واحد نعلم أولادنا من الصغر المبادئ الكتابية أن هم غربة 2 نصلي معاهم ولأجلهم نمرة 3 نحط قدامهم كل يوم كده ونعمل مذبح عائلي أخت منى وإخواتي اللي بيشوفوني لو نعمل مذبح عائلي ونجيب أمثلة كتابية وعملية
يعني يجيب امثله كتابيه زي دانيال وداود ويعقوب وصموئيل وبولس الافاضل اللي عاشوا غربه، وكمان نحكي في الامثله العالميه كمان. ايه اللي حصل مع ابطال السينما اللي ماتوا منتحرين؟ ايه اللي حصل مع نجوم المشاهير اللي انتهت حياتهم ما خدوش منها حاجه؟ اسكندر الاكبر، غيره وغيره وغيره وغيره. نقرن الكتاب بالحياه الواقعيه ونحط قدامه الحقيقه ديت، ان العالم يمضي وشهوته. حط قدامه حقيقه جميله جدا، الذي يفعل مشيئه الاب يثبت الى الابد. فاذا احنا محتاجين نعلم اولادنا المفهوم دوت حتى وهم صغيرين يبقوا عارفين وفاهمين، يعني ان احنا بنعيش في العالم، لكن يعني بس في الاول نبقى قدوه قدامهم. يعني ما يشوفوش بابا وماما مغموسين في العالم غرقانين، ماما النهار كله بتحكي على طنط اللي جابت خاتم مش عارف ايه، وطنط اللي راحت فين، وطنط اللي جابوا بيت ثمنه كام، وفلانه اشمعنى، وبعدين يجي بقى نعلم عيب يا اولاد، عيب احنا غربة، ده تمثيليه دي ولا ايه؟ ها؟ يلا نعيش بنقوله ونقول اللي بنعيشه. هل ده معناه ان احنا ما نشتريش وما نجيبش بيت ما نجيبش عربيه؟ هل ده المعنى اللي احنا نوصله يعني؟ ولا يعني كويس برضه يعني. لا مقصودش ولا احنا هنجيب كده، لكن مش ده الهدف، ده الوسيله، ده الوسيله. يستعملون العالم كانهم لا يستعملون. مش عيب يبقى عندي عربيه وعندي طياره وعندي قصر، مش عيب، بس الموضوع قلبي متعلق بايه؟ ايوه. لا ربنا يعرف القلوب. لا بيبان على حضرتك. احنا بنحب كده نتدلوش يعني. لا ربنا عارف القلوب، بس الحديث مع كل واحد تقعد يتقابل ايه، شفنا جبنا ايه وفلان عنده ايه، شفت الاسعار بقت ايه، الحديث كله العالم والاشياء التي في العالم. مره تاني يقول الكتاب كونوا قديسين في كل سيره، كونفرزيشن، في كل حديث. عندي عربيه مثلا بمليون، انا ما عنديش كده الحمد لله يعني، بفترض. وعندي طيارتين استخدمهم لمجد الرب، ايه المشكله؟ اشترتين لعبه يعني، اي حاجه. بس خليني لما اقعد في قعده ها خلينا نحكي عن الرب. وكلم متقوا الرب كل واحد قريبه، والرب اصغى وسمعه. لو نرجع النقطه اللي كنا بنتكلم فيها اخ ايليا، صفات الغريب، الغريب ليه صفات يعني الكتاب بيعلمها لنا وبيتكلم عنها، وتكلمنا عن البعض منها. عايز اخد صفه تانية من صفات الغريب. الغريب يعيش حياه بسيطه. ارجع كده لو تقري لنا من فضلك رسالة العبرانيين، تعبتك في القرايات شوية النهاردة، بس بحب أرجع لكلمة الله عن أبو المؤمنين إبراهيم. عبرانيين 11 من فضلك. عدد كم يا أخ إلي؟ عدد 8 لغاية عددين. بالإيمان إبراهيم؟ أيوة بالظبط. بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا، فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. بالإيمان تغرب في أرض الموعد كأنها غريبة، ساكنا في خيام مع إسحاق ويعقوب الوارثين معه لهذا الموعد عينه، لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله. من ضمن ميزة الغريب أنه يحيي حياة البساطة. حياة البساطة لانه في فخ اسمه فخ محبه الغنى او محبه العالم. ان كان لنا قوت وكسوه فلنكتفي بهما. احبائي الافاضل، اين كان يعيش ابراهيم؟ كان يعيش في خيام، في خيام. والسؤال لماذا كان يعيش في خيام؟ هل لانه كان فقير؟ هل ابراهيم كان فقير يا احبائي؟ اطلاقا. ده ابراهيم كان عنده من الخدم 318 واحد، واحد غني جدا. ليه عايش في خيام؟ معنيين ليهم. المعنى الاولاني البساطة. 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 لأن الذين بولس قال كده لتيموثاوس، اللي بيحبوا الغنى الغنى يسقطون في فخ إبليس. شهوات إبليس. ويغرقون أنفسهم في عطب وشهوات شديدة. قال عنها كده تيموثاوس الأولى 6. المعنى الثاني للخيمة اللي كان قاعد فيها إبراهيم، عارف إن هو مش مطول هنا كتير. في أي وقت ربنا يقول له يلا يا إبراهيم هيروح. فنقل خيامه من هناك وأقام عند بلوطات ممرة وبنى مذبحا للرب إلى آخره. الصفة الثالثة الغريب، عايش حياة البساطة. عايش في خيام. كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهم. أكتفي بهم. وزي ما قال المرنم، إن كنت في قصر أعيش أو كوخة بلا حمى، سيان عندي إنني ضيف معد للسماء.
فإذا هو شخص مميز، هو شخص عارف أنه غريب، ليه سلوك الغريب، ليه يعني حياته وصفاته حياة الغريب. إيه كمان يا أخي من الصفات المهمة اللي نقدر نقول أيوة دي صفات الشخص الغريب اللي محتاجين نعرف؟ بعتقد وهرجع للكتاب دلوقتي، الشخص الغريب لا يتمسك حتى بحقوقه الأرضية. دي كلمة صعبة شوية، أنا عارف يمكن مش الكل هيقبلها مني دلوقتي. لا يتمسك حتى بحقه، يعني إذا وضع في موقف يمجد المسيح ولا يتمسك بحقه، الغريب سهل جدا يسيب حقه. وهجيب مثالين من الكتاب دلوقتي. اتفضل. مثال أولاني برضو إبراهيم بيتكلم عنه. إبراهيم طلع معاه من أور الكلدانيين ابن أخوه اللي اسمه لوط. أسألك سؤال يا أخت منى، مين مربي التاني؟ إبراهيم مربي لوط. إبراهيم هو اللي مربي لوط. مين ليه فضل على التاني؟ إبراهيم ليه فضل على لوط، مش كده برضو؟ مين ومين؟ إبراهيم هو اللي فضل إلى آخره. حصل بعد ما كترت المواشي عندهم بتاعت لوط بتاعت إبراهيم، يقول حدثت مشادة أو مخاصمة بين رعاة إبراهيم ورعاة لوط. بالظبط. مين اللي اتنازل عن حقه؟ إبراهيم. إبراهيم. وده كان يعني شيء مش معتاد. طبعا طبعا. فدي يقول له أنت واد صغير أنت، ده اللي مربيه. وأنت أنت كنت إيه؟ عيل يتيم، أنا اللي جبتك هنا وجبت لك الورق وعملت لك إقامة. صحيح. وهو الغنى اللي عنده عشان كان معاه يعني. طبعا يعني طبعا. من غنى إبراهيم يعني. أبوه مات وجابه صغير وطلعه معاه إلى آخره إلى آخره إلى آخره. لكن قال لا تكن مخاصمة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك. وبين رعاتي ورعاتك، ليه الكتاب يقول كده كلمة؟ لأن الكنعانيين كانوا في الأرض. يعني إيه؟ الناس بتتفرج علينا، بتتفرج علينا يا مؤمنين، شوهوا المسيح عشان خاطر حفنة، حفنة تراب، حفنة دولارات، حفنة أمور أرضية. كل واحد متمسك بحقه ويقول لك أنا غريب، معرفش إزاي هاو كام متمسك بكرامته، أنا اللي أنا صاحب الحق، أنا يا غريب يا غريب يا غريب يا غريب. اعمل زي ما عمل مسيحك، اعمل زي ما عمل سيدك، له كل المجد. اللي في يوم من الايام الذي الظلم والشتم لم يكن يشتم عوضا، بل كان يسلم لمن يقضي بعد. قال ابراهيم للوط فضل حبيبي اختار اللي انت عايزه، ان ذهبت شرقا فانا غربا، وان شمالا فانا جنوبك، الارض كلها قدامك اختار. والولد راح اختار وخد مقلب محترم، اختار بحسب نظر عينيه الارض الخضراء والكويسه والحلوه. وابراهيم الغريب اللي ما اختارش حاجة، قاعد واقف في مكانه. يا عم إبراهيم اتحرك، روح اختار لك حتة، شوف لك مكان. الرب هيختار لي، الرب يختار لي. والرب قال له لوط راح فين؟ قال له راح شرقا. قال له بقى ارفع عينك يا إبراهيم، هديك الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، هدي لك كل حاجة يا إبراهيم. وربنا باركه بعدها، باركه جدا جدا جدا. يبقى والأرض اللي لوط راح لها حصل فيها ايه؟ ولعت طبعا. رمضا إذ رمضا مدينتي سدوم وعمورة حاكما عليهما بالانقلاب، جاعلا إياهم عبرة للعاتدين أن يفجروا. يبقى الغريب، عشان نرجع بس الموضوع بتاعي تاني، غريب لا يتمسك بحقه حتى، مش ملطشة، لا يعني عايز أقول بس عشان تبقى الكلام واضح، إذا حصل الاحتدام بين مجد الله وبين حقه، إذا حصل تصادم بين إكرام مسيحه وبين التنازل عن حقه حتى الأرضي، لعنده سيتنازل عن كل حاجة. أفتكر مثال تاني أحباء الأفاضل عن واحد أيام داود اسمه مافيبوشس. مافيبوشس ده كان أعرج من بيت شاول، داود جابه قعده على المائدة واداله حقول كتيرة، وحصل بعد كده إن داود اتطرد من المملكة إلى آخره إلى آخره. وكان في ولد شرير اسمه صيبة. صيبة دوت أقاموا داود إن هو يبقى مسؤول عن حاجات مافيبوشس. وفي يوم من الأيام صيبة استولى بالخداع على حاجات مافيبوشس. رجع الملك مرة تاني داود ولقى صيبة واخد حاجات مافيبوشس حقه، فقال داود لمافيبوشس هرجع لك الحق بتاعك. عارفة مافيبوشس، عارفين أحبائي مافيبوشس قال لداود إيه؟ قال لي يأخذ صيبة كل شيء، يكفيني عودة سيدي الملك بسلام. أقولها تاني، ليأخذ صيبة كل شيء، يكفيني عودة سيدي الملك بسلام. لو أنا غريب وانت غريبة وانت غريب، هتقول خلي اللي ياخد ياخد، خلي اللي يدوس يدوس، خلي اللي يضطهد يضطهد،
خلي اللي ياخد فلوسي ياخد فلوسي، يكفيني يكفيك يا مؤمن، عودة سيدي الملك بسلام. واختم النقطة ديت بكلمة اتقات في عبرانيين 10:34 عن المؤمنين الأوائل اللي قرينا عنهم من شوية ان هم غرباء ونزلاء، يعني قبلوا سلب أموالهم بفرح. أقولها تاني يا أحبائي يا غرباء، بلاش نتعصلج ونتشنج لما العالم يحاول يستولى على ما علينا. خلي بالكم من اسلوب ولاد ربنا، قابلوا سلب اموالهم بفرح، مش بالتذمت ولا بتزمجر ولا برد فعل قاسي لازم نعمل ونسوي فيهم، قابلوا سلب اموالهم بفرح عالمين ان لهم في السماوات مالا افضل وبقيا. هو ده طريق الغربة. إذا حبينا نعيش عالميين نتصرف زي العالميين وناخد حقنا بإيدينا، إذا حبينا نعيش غرباء سماويين يلا اللي عايز ياخد ياخد، اللي عايز ياخد ياخد، أنا مش هجيب حق بإيدي، حقي عند إلهي، لما حب إلهي رجحولي هيرجحولي. قابلوا سلب أموالهم بفرح عالمين أن لهم في السماوات مالا أفضل وبقيا. أمين أمين. معنا مكالمة من الإمارات، أخيرين بعد إذنك أخذها. الأخت مريم من الإمارات أهلا بيكي. صباح الخير. اهلا وسهلا بك يا حبيبتي. كيف الحال يا اخواني؟ نشكر ربنا. زي حضرتك؟ الله يديمكم ان شاء الله على فعل الخير ويثبتكم في رب عمل الخير. وبس ما نحتاج ان نسمع، اول حاجه انا مسلمه وعجبني الموضوع جدا اللي انتم تتكلمون فيه. مرحب بك يا حبيبتي. اهلا بك. اهلا. فبس اللي هو الاخ اللي الكلمه اللي قالها انه يوم الله يوم الأحد، أنا ما أعرف أي شيء عن الديانة المسيحية. فسمعت إنه نعمل كل حاجة ونيجي يوم الأحد نقول لهم يلا يا عيال نصلي أو نتعبد. ليه هو يوم الأحد ده بس اللي في الحاجة هذه؟ يعني حضرتك بتسألي هو أي يوم الأحد ده بالنسبة لنا كمسيحيين يعني؟ ايوه. اوكي يا حبيبتي، مرحب بيكي وبسؤالك يا اخت مريم، ومبسوطين حضرتك تتفرجي. بس كنت عايزه اقول يعني ليه فضل. مش كل يوم في عباده زينا يعني. وشكرا. شكرا لك. شكرا لك. مرحب بيكي يا اخت مريم. يعطيكم العافيه ويباركك يا حبيبتي. ربنا يكون معاكي. يباركك. شكرا. ربنا يباركك. الأخت مريم بتسأل هل إحنا كمسيحيين عبادتنا بس مجرد يوم الأحد؟ لشان حضرتك ذكرت في النص قلت إن إحنا يوم الأحد نتكلم عن ربنا ونعيش وبقيت الأسبوع لأ، فهل هي يعني عبادة بس مجرد يوم الأحد؟ وسؤال جميل في الحقيقة، ولا هي وما فيش عبادة كل يوم ليه زي بقية الأديان؟ هل ده فعلا عندنا إن إحنا بنعبد ربنا الأحد بس؟ أنا برحب جدا جدا بيكي أخت مريم، أهلا وسهلا بيكي، وبرحب جدا بتركيزك في الكلام. يعني عرفت تاخدي من بين السطور كلمة أنا قلتها مش دقيقة، أنا بعتقد قلتها مش دقيقة، بس كنت أقصد بها معنى على المسيحي اللي بيعيش بشكلين، يوم الأسبوع بشكل والأحد بشكل. أجاوب على سؤالك بسرعة، أقول إن يوم الأحد يوم غالي على قلوب المؤمنين المسيحيين، لأن دوت اليوم الذي قام فيه المسيح من الأموات. فعشان كده عندنا اجتماعات وكنيسة هامة يوم الأحد، لكن العبادة الحقيقية المسيحية هي كل أيام الأسبوع، هي كل أيام الأسبوع، يوم الأحد زي الاثنين زي الثلاث زي الأربع زي كل يوم الأسبوع، حرين في الروح عابدين الرب. أنا بتعبد الملك قال لدانيال إلهك الذي تعبده دائما. فعبادة الرب يا أختي الفاضلة عبادة كل يوم. حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه، أصحى الصبح على شبهه، أصحى الصبح أتكلم معه أقول له إلهي أنت إليك أبكر، أتعبد للرب في كل أيام الأسبوع. رب يبارك أخت مريم. والمسيحية الحقيقية هو أن أنا أخذ خلاص المسيح، خلاص المسيح اللي عمله على عود الصليب عشان ينجيني من جهنم. أنا الإنسان الخاطي اللي عملت الخطية وأجرتها النار الأبدية، أقبل يسوع المسيح اللي اتعلق على الصليب عشان يشيل خطيتي وأسامي، لأن هو القدوس الوحيد، الذبيحة الإلهية، الذبح العظيم اللي اتعلق على عود الصليب عشان يشيل خطيتي وخطيتي وخطية العالم كله. إذا قبلت يسوع المسيح مخلص، أنا أخذت الحياة الأبدية لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. هي ديت المسيحية الحقيقية.
بشكرك على التوضيح يا اخي ليل، ان فعلا يعني حضرتك بتشرح مفهوم ان مشروب بلبسه يوم الاحد وبقول حاجه، لكن طول الاسبوع عايش على افتراض انه ده يعني كل يوم انا ليا علاقه بالرب وشركه وقرايه الكتاب والصلاه وشركه مع مؤمنين، مش بس يوم الاحد مجرد حاجه روتينيه وبرجع لها. يوم الاحد غالي علينا، بنقدسه وبنحترمه وبنصلي يوم قيامه المسيح، لكن عبادتنا طول ايام دي علاقه شخصيه بيني وبين الرب. بشكرك على الاستضافه. معنا الاخت نبيله من فيرجينيا، اهلا وسهلا بيكي حضرتك على الهواء. اهلا وسهلا، ازيك يا مدام منى؟ اهلا وسهلا بحضرتك. عامله ايه يا حبيبتي؟ بشكر ربنا، اهلا بيكي. طبعا انت عارفاني. يا حبيبتي اتفضلي. طيب انا بطلب منك طلب الصلاه لاخويا، لاني في ظروف صعبه قوي قوي ومحتاج لصلوه جامده جدا 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 من عنده. امين حبيبتي. اسمه عزمي. عزمي؟ ايوه. امين حبيبتي. وزي استاذ صمعيل، نشكر ربنا مسلم على حضرتك اخت نبيله، شكرا ليك. ربنا يحافظ عليكم وحضرتك كمان، قناتكم جميله جدا جدا حبيبتي. وربنا يوفقكم يا رب. شكرا ليك. ودايما للامام، واتمنى صلاه من اجل ولادي في مصر وأصحابي وإخواتي كلهم أذكرهم في صلواتكم. أمين يا حبيبتي، نرفعهم أمام عرش النعمة. أمين. متشكرين خالص يا منى. شكرا لك، عسى ربنا يكون معك أخت نبيلة، ونرفعهم كلهم أمام عرش النعمة في الصلاة إن شاء الله. يا رب ميرسي خالص يا منى. ربي يكون معك يا حبيبتي. يا رب ميرسي. باي باي. باي باي. احنا امين نرفعها في الصلاة برضه، ونرفع كل ظروف الأسرة اللي بيمروا بيها، ربي يمد إيده في كل ظروف يتدخل يعني. أخ ليا أنسة، قبل ما ناخد ترنيمة تاني نكمل صفات الغريب، لأن دي مهمة قوي عايزينها النهاردة. روح القدس سيبها معانا، صفات الغريب ده، هل هو شخص اللي هو يعني لو أنا مثلا مسافرة لبلد تانية مش بلدي، زيارة بس مؤقتة كده أسبوع، تفكيري فين واهتمامي فين وحاجتي فين وتركيزي فين؟ هل أنا بركز في الأسبوع اللي أنا بزور فيه البلد التانية ومشغولة بيها وبعمل حاجات يعني زي ما الناس بتعمل في البلد دي، ولا انا ليا بلد تاني وتفكير تاني، مخي هناك بتكلم عن البلد التانية ديت وهي اللي مالية قلبي ومالية حياتي. انا من كتر السفريات طبعا الواحد النهار كله مسافر بشنطة، واخد بالك كده شنطتي مش بتفضى، فسيبها كده عشان ما تتعبش عشان ما تعبش وعبيها تاني. فكل ما اشوف الشنطة اقول انا غريب. انا غريب. ترانزيت. أيه. انا موجود هنا ترانزيت، راح بيتعب قوي في السفر، بس وسيما يكون بيغير طياره، الطياره في مطار ترانزيت، انا هنا اقامه مؤقته، انا موجود لفتره مؤقته. اثناء مروري في حياه الخدمه اخت منى، تضحكيش عليا بس يعني، ولا احبها يضحكوا عليا، انا نمت اقولها بصوت واطي في عشه فراخ صدقيني، ونمت في اوتيل سبع نجوم، وركبت حماره وركبت طياره، اشكر الرب يعني. بس لما كنت انام في عشة فراخ يعني، مره فعلا رحت قريه من القرى ما كانش عندهم مكان ينيموني فيه، راحوا مطلعين الفراخ اللي هم بعد اذنكم عندنا خادم، وبكلم بالصدق يعني، طلعوا الفراخ ونيموني. بس شفت ليله يعني بيغربها، مش هحكي عن تفاصيلها دلوقتي، وكانت ليله صعبه لحد الصبح، قاعد اعد النجوم وهي بالليل والطيارات المعديه، قصه صعبه قوي قوي. بس كان عزايا ان دوت عباره عن ترانزيت مؤقت، ليله هقعدها في عشة الفراخ واروح. ولما رحت اوتيلات افخم اوتيلات العالم في الخدمه ونزلت، معرفش الدنيا ايه والسراير ايه والارض ايه والاسانسير ايه وبتاع، برضه يا واد ما تنساش ان انت هنا مش قاعد هنا على طول، انا برضه مؤقت. ارجع اقول ان الغريب يعرف انه يقيم اقامه مؤقته. اوعى تتخدع يا نفسي، اوعى تتخدع يا حبايبي، احنا هنا مؤقتين. ما هي حياتكم انها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. ارجع كده لسفر التكوين، يقول عاش آدم 900 وكام ومات، وعاش متشالح كم سنة ومات، وعاش فلان ومات 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 ومات، اللي 900 مات، وابو 120 اللي هو موسى مات، وابو 70 80 مات مؤقتة. انا عايش انا مؤقت، وده يفرح قلبي. كل يوم اصحى الصبحية اقول لرب اشكرك، أوجدتني في العالم بصحة كويسة أشكرك، بس أنا مش عاد طويل هنا، إمتى تيجي أكون معاك؟ قمت الصبحية لقيت عندي مرض، الله أشكرك. يقول الكتاب أن نقض بيت خيمتنا الأرضية فلنا في السماوات، بيت خدمة اللي هو جسدي يعني، ظروف الصحية،
فلنا في السماوات بناء بيت غير مصنوع بيد أبدي. أبدي. أنا عايش هنا عيشة مؤقتة. وده اللي يفرح قلبي. عندي قصة صغيرة في وقت أحكيها ولا بعد الترنيمة؟ اتفضل اتفضل يا خالي. رحت قرية من القرى زمان أخدم، مش ناس الحاجة الحلوة دي، يمكن بعض أحباء سمعوها مني قبل كده. وبعدين أنا في القرية دي، قرية بتنام بدري، وبعدين سمعت صوت ترانيم حلو قوي قوي. عفوا سلامتك. أكمل أنا الحكاية وخلص. لو تعرفيها قوليها. لا أعرف. وبعدين أسمع بالليل صوت ترانيم حلو قوي شاجي وجميل جدا جدا. بعدين جالي الأخ اللي بيزور معايا الصبحية، بقول له مين اللي بيرنم ترانيم عذبة وجميلة وحلوة قوي دوت؟ العمدة؟ قال لي العمدة ما بيرنمش عندنا. أمال مين؟ قال تحب تشوفه؟ قلت له أحب أشوفه. تعال. رحت معاه، مشاني في شوارع القرية الضيقة، وقف قدام بالظبط عشة. عارف يعني كلمة عشة؟ عشة يعني كده حاجة كده معمولة من البوص الصغير، ارتفاعها يمكن متر ونص كده، وعشان أخشها لازم أوطي كده وأدخل العشة ديت. اللي اتفضلت له هروح فين؟ مش عايز اشوف الاخ بيرنم الفرحان بالرب ليه كله؟ ايوه هنا، ايوه هنا. فاكره في قصر ولا بينام على الحرير وريش النعام. لكن واحد كان عايش عارف ان هو غريب غريب. واول ما دخلت شفت منظر، يا لهول ما رايت يا اخت منى، يا لهول ما رايت. لا انسى هذا الانطباع لحد ما اروح عند الرب في السماء واشوف الاخ ده مره ثانيه. قديس وش ملاك منور نايم على قفص مشلول شال الرباعي، مشلول نايم في العشه لوحده ديت، مشلول مشلول اخي مشلول. انا شفته قعدت ابكي، ما بستحملش المناظر. شوف اخواتي المؤمنين الحلوين بالتاكيد بالصفات بالظروف الصعبه ديت. انا قعدت ابكي كده، هو بقى بص لي قال انت زعلان؟ هو بقى على فكره هو وعظني وعمل كل حاجه، زعلش ما تبصريش في الجسد المشلول الغلبان دوت، انا ملك وكاهن وبكره هتشوفني وانا بالجسد الجديد وراكب على الفرس وجاي مع المسيح. استنى كده ما تبص عليا، بص عليا وانا جاي مع المسيح بالجسد الممجد. وراح طالع في ترنيمه بتقول يا نفس افرحي وتعزي، ظهرت كل العلامات ويسوع جاي ياخدنا ياخدنا للسماوات. 12 عدد. واو. انا اسمع دموع نازله من عينيا، ايه ده؟ ده احنا بنقعد في اجتماعات وفي اوتيلات وبنشحت الناس يرنموا بالعافيه ترنيمه، مش قادرين مش قادرين نفرح ونتهلل زي بطننا مليانه اكل وجبنه مليان فلوس والشيكات والعربيات والبيوت، بس مش فرحانين لاننا مش غربة. لا طايلين نمسك العالم ولا طايلين نمسك الرب، مش عارفين نعمل الاثنين مع بعض، مش عارفين نعمل كومبرومايز بين الاثنين. أحباء الأفاضل إذا أردنا أن نفرح ونعيش حياة التعزية الحقيقية، يلا نتعلق بمسيحنا وبسمانا وبوطننا السعيد. وبعز يا نفسي دوسي على كل المغريات، رنم هذا الأخ. وأنا فاكر في آخر الزيارة ركعت جنبه في التراب، قلت له نفسي تصلي لي صلوة، خدت إيده المشلول حطيت على راسي، قلت له صلي لي. المسيح الذي أعطاك التعزية، اللي فتح عينك على الأرض الغريبة، فتح عينك على السماء، يفتح عيني فأعيش زيك غريب ونزيل في هذه الأرض. مش عارفة أرد أقول إيه يا خالي بصراحة على اختيار عينة ده. يعني مفيش كلام ينفع يتقال بصراحة. أنا يعني شخص مشلول وساكن في عشة وعلى سبت ولوحده، عارفة بياكل إزاي؟ متهلل وعمال يفرح ويرنم. بياكل إزاي؟ لما أخت في البلد تخبز عيش تجيب له رغيف ياكله، وغير كده ما ياكلش. لما اخي يعني يجيب حاجه يجيب له ياكل، ومره حد يغديه ما حدش يغديه، جاب بيه كده كوبايه، مش كوبايه ميه يعني، كوز ميه جنبي. بس انا مش ناسي المنظر ده، ما بياكلش حتى كمان يعني غير بالصدفه. لو حد ياكله ما حد ياكله، ده مشلول ما عندوش حد خالص في البلد. بس ايه الفرح؟ نور قديس شايفه نايم على الارض، قديس وشه ملاك. عارف ايه؟ من بعيد نظروها ايوه وصدقوها. صدقوا، ده مش كلام يتقال على المنابر. واو جود، يلا بقى نطلع بقى نطرقع بالكلام الفاضي بعد الاجتماع، سامحيني في التعبير. عايشين فيها، صدقوها ونظروها وحيوها واقروا بانهم غرباء. وهذه الغربه اتسمت على حياتهم العمليه. انا مش من هنا، انا هنا في كاليفورنيا اختي، بس مش هقول اسم طبعا. نزلت اقامه عند بيت من اخوه الاتقياء، بيت حلو راقي محترم.
وبقول للاخ واو على البيت الجميل والحلو اللي انت فيه، احنا يا عم عايشين في مصر بيوت غلابة على قدنا. بكى هذا الاخ، قال لي انت فاكر ده بتاعي؟ انت فاكر ده بتاعي؟ انا الرب اقامني هنا بواب وسواق لخدام الرب. واه ده عايشه صح. انا اقامني الرب هنا بواب وسواق. قال لي مش انت بتنام في الاوضه ديت؟ انا في الاوضه اللي جنبك هنا ديت، انت بتقيم فيها وانا بتمشي وانا هقيم فيها وامشي بعد كده، انا بواب وسواق. اه حلو، رب اداله والرب يديله كمان. كان عايشها صح. بس عايشها صح، مش القلب هو بيمتلك البيت لكن البيت مش بيمتلكه. يعني الذين يستعملون العالم كانهم يستعملون. ودي امتى بقى تبقى قدامنا يا اخت منى؟ ابراهيم تقول عنه كتاب ايه؟ كان ينتظر المدينه التي لها الاساسات. احبائي مش بس نعيش هنا احنا غرب والارض وحشه ده يجيب لنا اكتئاب، لكن يجيب لنا فرح. يلا كل يوم وطني فوق، مدينتي فوق بالايمان، وكنزي فوق بالايمان، اسيب سفنتي وانسى عشيرتي واعيش مسيرتي بالايمان. امين 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 يا خلي. خلينا ناخذ مكالمه اخرى معنا. الاخ رمزي من اوهايو، اهلا وسهلا. مساء الخير. مساء النور يا اخ رمزي، ازيك عامل ايه؟ انا نشكر ربنا ونحمد فضله، كل اللي يجيبه ربنا كويس، راضين بيه، التجارب راضين بيها. ربنا دي حلقه مباركه مملوءه بالروح القدس فعلا، لان السيد رب يسوع المسيح بواسطه، لان الاخ ايليا رجل الله، رجل مبارك مملوء بالروح القدس، والسيده مدام منى مملوءه بالروح القدس. شكرا، ربنا يبارك على جديد فيها السيد يسوع المسيح. انا اسمي رمزي سعيد مخيب. اهلا بيك. انسان مريض جدا جدا، عملت حتى الان 9 عمليات جراحيه، وربنا بيوقف معايا ويكون يد ربنا قبل يد الاطباء، وذلك بايماني بالصلاه تعمل معجزات. اخر عمليه عملتها جراحيه ازاله رئه، عايش برئه واحده، كان في على الرئه دم متجمد، كنت خايف يكون سرطان، لكن بفضل صلاه المدام منى والاخ صميم اصبح ان مش سرطان، دم متجمد، شالوا الدم المتجمد، بس تعبان جدا جدا لان برئه واحده. عايز صلاه لخلاص نفسي اولا، صلاه لخلاص نفسي وصلاه نفسيا وروحيا، اما من ناحيه جسديا فتركت الامر لله، كفايه النعمه اللي انا فيها. ربي وعايز صلاه لسيده عزيزه عليا، ما فيش داعي لذكر اسمها، برضه تعبانه زيي، محتاجه للصلاه للشفاء. امين. هو ربنا فاحص القلوب الكدر. امين. وشكرا ربنا، وربنا معاكم. ما انا حرمنا من قناه الكرمه. امين يا رب. ومن الست منى. الله يبارك. ومن الاخ سمير، ربنا ينجحه الامان والامان. 6 سنوات الان، عقبال 12 سنه وعقبال 100 سنه. امين. لمجد ربنا مجيء المسيح. ابونا مكارم يوناني هيبارك القناه باذن الله وتنمو جميعا مضاعفه. يسوع. 6 اشهر قادمه وربنا معاك. ربنا يباركك يا عم رمزي، الف سلامه عليك. الله ورب يديك الصحه بحراره. امين. عشان ربنا يشجعني اتغلب على الشيطان باسم يسوع. ربنا يشددك ويقويك، ربنا يباركك والف سلامه عليك، ربنا يديك الشفاء. كان عندنا البابا سمع مننا عندي عملت 9 عمليات جراحية، طلل بعينيه استغرب وعايش. لكن نشكر ربنا وفضل صلاة الناس. ربنا يباركك يا رب، يديك يشددك. احنا نرفعك في الصلاة ونرفع الأخت دي. أمين. ربنا يكون معاك ويستخدمك بركة رغم التجارب والآلام، بركة الآخرين ويعني ونور الآخرين أيضا يا أخ رمز. ربنا يباركك. وعايز أقول كمان أنه قريب بمفهوم الغربة بتاعتنا عزانا ورجانا، أنه قريب الرب هيجي ويغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. عزانا ورجانا انه قريب جدا هيجي المسيح، مش هنطول في الارض كتير احبائي، لكن هيجي ويغير اجسادنا. بس حضرتك قلت كلمة حلوة اخويا رمزي، محتاج خلاص لنفسك عشان لما يجي الرب تكون جاهز تروح معاه وتلبس الجسد الجديد. اطلب المسيح اللالادي، اطلب المسيح يخلصك، اطلب المسيح يغسلك بالدم، المسيح يديك حياة ابدية، وتقول مع بولس بناء على خلاص المسيح في حياتك: أنا عالم بمن أمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. أمين. باسم يسوع. أمين. يا أخي لينا، عارفة أن موضوعنا مهم وشيق، هناخد ترنيم ونرجع نكمل النقطة الرائعة والجميلة دي مع حضرتك. أمين. أحبائي المشاهدين خليكم معنا، ناخد ترنيم ونرجع نكمل حلقتنا ومكالمات حضراتكم ونرحب بيكم، خليكم معنا.
تعويضكم لقناة الكرمة يعود على حضراتكم وعلى كثيرين آخرين حول المسكونة. كن عونا لقناة الكرمة واكرم الرب من مالك، فالمروي هو أيضا يروى، والمعطي المسرور يحبه الرب. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach كاليفورنيا 90740.
قناة الكارما ليست لأمريكا وكندا فقط، بل أيضا للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. مع اتساع البث أصبح تأثير القناة يصل لمئات الملايين حول العالم. كما يزداد كل يوم احتياجنا لدعمك المادي، خدمتنا ستستمر بدعمك لها. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach California 90740. مرحبا بكم مرة تانية أحبائي المشاهدين. موضوع حلقتنا أكتر من رائع مع الأخ إليه كرولوس غرباء ونزلاء. مرحبا بكم، خطوط التلفون مفتوحة، وقت حلقتنا محدود. نحب نرحب بأسئلتكم ودخلاتكم لموضوع الحلقة. مرحبا بحضرتك مرة تانية أخ إليه. شكرا. فموضوع فعلا ربنا يعني أنا بتكلم ليه كتير قوي من خلال الموضوع النهاردة بجد، ربنا يباركك. آمين. كلمنا عن نقط كتيرة قبل الفاصل، عن صفات الغريب وعن فكر الكتاب، لكن يعني نفسي نتكلم كمان الوقت اللي جاي، هل في أمور ممكن تكون بتعطل مسيرتنا وبتعطل غربتنا؟ إيه الحاجات اللي تعطلنا عن إحنا نعيش الفكر ده وعن إحنا نسلك كغرباء ونعيش لرب كغرباء؟ أول حاجة بتعطلنا عن نكمل مسيرتنا كغرباء أننا ننسى الامتياز والحقيقة ديت ان احنا تبع المسيح، تبع السماء. لما عناية تتحول عن الحقيقة ديت ابتدي اتصرف زي بقية الناس. يقول لنا الكتاب كده عن شمشون لما بيتكلم مع دليل بيقول لها اذا حلقت خصل شعري اضعف واصير كواحد واحد من الناس. عندما انسى ان انا مسيحي، مش مسيحي يعني باي نيم عندي صليب او بتاع، لا 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 لا، شخص مغسول بدم المسيح واخد طبيعة سماوية راح السماء. عندما انسى الحقيقة ديت اتصرف زي بقية الناس، صرنا مثل سدوم وشبهنا عمورة. عشان كده كل يوم محتاج ان انا اسمع تذكير الروح القدس، ليسوا من العالم كما اني انا لست من العالم. المعطل الاول هو نسيان الحقيقة الالهية اننا جنس مختار، كهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء لتخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. أنسى مقامي وأنسى مكاني. أنسى مقامي إن أنا سماوي وأنسى مكاني فين. أنسى مكاني أقعد ألطش بقى، أروح أريحة ولا أورشليم، أروح هنا ولا هناك، أدور فين مكان في العالم عشان أرتاح فيه. اوعى تنسى مكانك يا مؤمن، اوعى يا نفسي تنسي مكاني. فين مكاني؟ فين مكان راحتي؟ فين سكني؟ فين وطني؟ مدينتي فوق، وكنزي فوق، وبلدي فوق. ارفعوا رؤوسكم، شوفوا المدينة بتاعتكم من بعيد نظروها. كان ينتظر المدينة، ابراهيم عينيه اتملت بمنظر المدينة، سما اتمزرت بمنظر السما. عشان كده دوس على الارض ودوس على اللي فيها ودوس على الممتلكات ودوس على الدنيا. ايه يا ابراهيم؟ زي واحد بص كده في الشمس، او بص في الشمس جه بص على حاجه تانية مش شايف، شايف حاجه تانية. لكن هنا ممكن اخليه في وقت ان انا افتكر المفهوم ده واعيش مظبط كويس، واجي في وقت تاني اضعف وانسى واقع واغلط وارجع تاني اظبط وافتكر وارجع تاني اون تراك. كلما ادنو اليه لذ لي فيه الوفاق، كلما أصبو إليه زادني له اشتياق. هذا الترنيم قاله المرنم. كلما بص على المسيح، كلما أتأمل في المسيح، قلبي اشتاق أبقى زي المسيح وأكون مع المسيح، وذاك أفضل كده. أحول عينيا زي ما بطرس كان ماشي على المسيح على المية، بس هو كل اللي عمله زي ما كلنا نعرف، بدأ يبص على الرياح وإيه الأخبار وإيه النشرات والدنيا فيها إيه، خبر أبيض بيعملوا إيه هناك، بيعملوا هنا، ابتدى يعمل ايه؟ يغرق. هي عملية عكسية. ابص على المسيح انسى العالم، ابص على العالم انسى مقامي وانسى مك. ونحن ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما نتغير
إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد إلى مجد كما من الرب, كما من الرب الروح كما من الرب الروح. المعطل الأول لحياة الغربة هو أنني أنسى مكاني وبنسى مقامي. في معطل تاني, محبة العالم. محبة العالم, كتاب قال لنا أحبائي لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم. محبة العالم بتاخد قلبنا قلبنا قلبنا. محبة العالم دايما شبهها كده واحد من الأفاضل وقال سفينة ماشية في البحر, لكن ماذا لو دخل البحر جوه السفينة؟ ماشي في العالم هتغرق هتغرق هتغرق. محبة العالم عبارة عن دخول مية البحر المحيط إلى داخل السفينة, واحدة بواحدة هتغرق. عشان كده عندنا أمر كتابي مهم قوي, حب قوي كلام اللي قاله الكتاب إنه محبة العالم هي عداوة الله. مرة أساف كان ماشي حلو مع ربنا في مزمور 73, وبعدين بدأ يبص على العالميين, حالتهم حلوة, جسمهم سمين, مع البشر اللي يصابون, شمعنا أولاد ربنا مضطهدين ومتألمين والعالميين عندهم وعندهم الحكاية, بدأ يتشنج على ربنا. والنتيجة في الآخر في ناس بتتشنج دلوقتي, ليه ربنا بيعمل كده؟ ايه الحكاية؟ الأشرار احنا لازم نعمل ونسوي فيهم. حبائي احنا غربة, ليس لنا هنا مدينة باقية. غرت من المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار. دي حالة غلط, دي حالة ضعف, دي حالة عدم أمانة, دي حالة خوار روحي. حتى دخلت مقادس العلي وانتبهت إلى آخرتهم. يا خبر أبيض, أنا بغير بالأشرار الهالكين, حقا في مزالق جعلتهم, أسقطتهم إلى البوار, كيف صاروا الخراب بغتة, اضمحلوا فنوا من الدواهي, كحلما عند التيقظ يا رب عند التيقظ تحتقر خيالهم. وفي الآخر قال آية جميلة حلوة قوي, عارف قال إيه؟ قال لكني دائما معك. خد قرار بقى في الآخر, خلاص مش هبص على الأشرار تاني ولا غير من الأشرار مرة تاني. أمسكت بيد اليمنى لكني دائما معك, أمسكت بيد اليمنى برأيك تهديني, وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض. ربنا يدينا الاختبار الحلو دوت. بص على المسيح, أفتح كتابي كل يوم عشان ما انساش أنا غريب والخيمة دي مش عنواني. أمين. أخي لي ناخد مكالمة بعد إذن حضرتك. تفضلي. أخت ريما من كاليفورنيا, أهلا وسهلا حضرتك على الهواء. مرحبا. أهلا بيك حبيبتي. الرب يبارككم. ويباركك أيضا يا أخت ريما. الرب يبارك الكرمة. أنا بدي أشكر الرب على موضوع اليوم, لأنه أنا اليوم كنت بتكلم مع شخص عن الحياة الأبدية وهو بعيد كل البعد عن الرب. سؤالي إنه هم ماخذين فكرة إنه لما نحكي عن الحياة الأبدية زي كأنه إحنا ميتين بالجسد, ميتين هنا بالحياة, إنه في خوف من الحياة, إنه دائما نتكلم عن الحياة الأبدية زي كأنه خوف منا من الرب, وهو عقاب إلنا, بده يعاقبنا, يعاقب كل خاطي عن الخطية اللي بعملها على الأرض, وبده يعني هو بيهدد بالناس. فأنا بدي جواب شافي حتى أني لما أتكلم مع الشخص نفسه أنه أنا ما في خوف من الرب, بالعكس أنا يعني من كرهي من محبتي للرب صار عندي كره للخطية. فأنا بس بدي جواب شافي أني أوصل رسالة أنه ما في خوف من الرب, حتى أني أنا بتكلم عن الأبدية كل الوقت للناس أو ببشر برسالة يسوع للناس. وبدي سؤال ثاني, تعريف كامل عن الروح, شو هي الروح؟ okay. يعني الإنسان مكون من جسد, روح ونفس وجسد. بس دائما هم بيسألوا عن الروح, شو هي الروح؟ فأنا بس سؤالي إنه الحياة الأبدية شو يعني, شو يكون الجواب للناس عن الحياة الأبدية؟ okay. إنه بدون خوف وعن الروح. اوكي, وصلت الاسئله اخليه. شكرا, ربنا يباركك يا اخت ريما, ومبسوطه اسمع صوت حضرتك, ورب يكون معاك يا حبيبتي. امين, رب يكون معاك. البشاره المسيحيه هي ليست بشاره بالتهديد من القبر وعذابه والنار والجحيم واهواله, هذه ليست بشاره المسيحيه.
لكن البشارة المسيحية بالحياة الأبدية هي حياة حلوة مع المسيح هنا وحياة حلوة مع المسيح هناك. هذا ما قاله الرب يسوع المسيح: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. بشارتنا مش بالقبر والعذاب والنار والدود، ما عندي حقيقة، لكن الحقيقة بشارتنا بقى هي أن المسيح جهز خلاص في بيت أبي منازل كثيرة. فنحن لا نقدم بشارة الرعب، ما اسمهاش بشارة طبعا، أخبار الرعب والتهديد وتعالوا ربنا إلا ربنا يعمل فيكم ويسوي، اللي هو يعني أنا مش بقبل الرب عشان أهرب من الحاجات بالضبط. أني أحب الرب لا لأربح النعيم ولا لكي أنجو من العذاب في الجحيم، لكني أحبه لأنه حبه لي يحلو. بالضبط بالضبط. فالبشارة الحلوة نقدمها للناس أن يسوع المسيح مات على الصليب، والمسيح يسوع يريد أن يمشي معنا في البرية، ويسوع المسيح منتظرني في مكان قال عنه الكتاب سماء جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. خلونا نبدأ البشارة بالحاجات الحلوة، ما أعده الله للذين يحبونه، وبعدين نقدم في الآخر برضو جزء عن الجحيم: ومن لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. وفي سؤال حلو تاني سألته الأخت ريما: هو تعريف الروح الإنسان نفس وجسد، روح ونفس وجسد، فهي نفسها تعريف الروح، لأن واضح أنها بتتكلم مع ناس ممكن تكون ما عندهاش المفاهيم الروحية دي، محتاجين نقولها تعريف إزاي نقدر نساعد. الروح نفخة من الله للإنسان، نفخة من الله، شيء من الله إلى الإنسان، عطية من ذات الله إلى الإنسان. بكل بساطة لما الله خلق الحيوانات حاشا ما عملتش فيهم كده، لكن لما جه خلق الإنسان يقول الكتاب نفخ فيه نسمة حياة. الروح هي إنجاز التعبير، مش عايزة بس عشان الواحد بيتكلم حسية عن اللاهوت والثالوث وكده، أو الجزء من الله، حتة من الله، نفخة من الله أبدية زي الله. بالزبط. نقدر نقول الروح لله بيدهلنا خالدة، يعني مش مجرد جسد هيموت ويفنى وما فيش حاجة تانية تبقى للإنسان، لكن يفنى الجسد ولكن الروح تبقى إلى الأبد. الروح والنفس، الروح والنفس تبقيان إلى الأبد في الخلود، إما في الخلود مع الرب في السماء أو في الخلود في الجحيم، لأن النفس خالدة. نرجع لموضوعنا أخي إليا، لما كنا نتكلم عن أمور اللي بتعطلنا في الغربة، فهل في أمور تانية ممكن تكون بتعطلنا وإحنا في مسيرتنا كغرباء نقدر نتكلم عنها؟ في حاجة تانية كمان بتعطلنا وإحنا ماشيين كغرباء هنا في العالم، هو ان انا انسى الـ 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 الهدف الذي اوجدني لاجله المسيح في الحياه. مهمه دي قوي، لماذا انا موجود؟ بيتوه الموضوع مني. ودوت لما يكون الهدف قدامي، يعني بحب الترنيمه بتاعت المرنم الحلوه اللي قال انا ماشي ونورك قدامي والهدف واضح جوايا، الهدف هو واضح جوايا، ايه الهدف بتاعي؟ مش هبقى دكتور او مهندس او بيزنس مان، ما ده مش عيب، مش غلط. كان هنرجع تاني، ده الهدف ولا الوسيله؟ برضو نفس السؤال. ده الهدف اللي انا بحيا لاجله ولا الوسيله اللي بيها بمجد الرب بالزبط. لو اكرمني بالحاجات هناك دي. وسيله عايش بيها في الارض بعرق ايجابي انك تاكل خبزك. اشتغل سواق، اشتغل نجار، اشتغل دكتور، اشتغل وزير، اشتغل امير، اي حاجه، ده وسيله عايش بيها في الارض. لكن هناك هدف لكل المؤمنين، نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعظ إيه بينا. زي ما سبيرجن قال للملكة فيكتوريا: أنا عايش سفير هنا في هذه الأرض. نسيان الهدف الذي أوجده لأجله المسيح، ودوت يخلي كل حاجة تلخص في عينيا. خدت الشهادة خير وبركة، ما خدتهاش برضو خير وبركة، صحتي عال خير وبركة، طب صحتي معلولة برضو خير وبركة. مش هو دوت المين تارجت بتاعي والهدف الرئيسي بتاعي؟ انا عايش هنا سفراء عن المسيح كأن الله يعزبنا. في سفر الاعمال اعمال 8 احبائي يقول الكتاب عن الذين تشتتوا، حصل عندهم اضطهاد، عملوا ايه لما حصل اضطهاد؟ ما اكتئبوش، ما صار ما يعني ما خلصتش الدنيا، ما سويتش في وشهم. يقول الكتاب، اقرا كده اعمال 8 معايا: الذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمه. الهدف واضح قدامه، هو هنقعد في بلدنا بنبشر بالكلمة، طب اضطهدنا هنبشر بالكلمة، طب هنرميكم في السجن هنبشر بالكلمة.
يعني يخش بولس وسيله السجن يبطلوا؟ احنا هنعمل ايه؟ ما احنا محبوسين اهوت يعني خلاص. نسكت عشان يطلعونا بقى عشان يطلعونا بقى وخلي الموضوع يعدي على خير. ها؟ في نصف الليل كانوا يعملوا ايه؟ يصليان ويسبحان الله وكان المسجونون يسمعونهما مش بصوت كده واطي. وبعدين السجان يجي لهم بقى الراجل بالليل كان عايز يموت روحه. لا تفعل بنفسك شيئا رديا جميعنا هنا. ركع في الارض. ماذا افعل لكي اخلص؟ قال له ما نقدرش نجاوبك، احنا مسجونين لحسن يدخلونا قضيه تاني. اطلاقا احبائي امن بالرب يسوع المسيح فتخلص انت واهل بيتك. المعطل رقم ثلاثه ان ننسى الهدف الذي اوجدنا لاجله المسيح على الارض. في معطلات تانية خلي قبل ما اسال حضرتك سؤال تاني مهم نستنجاوب. اعتقد ان في معطل كمان تاني هو تشبهنا بالعالم. تشبهنا بالعالم. عايزين نبقى زي العالميين. نعيش زيهم، نفكر زيهم، نعمل زيهم، نعبر زيهم، نتخانق زيهم، نشتري زيهم، نتجوز زيهم، اقصد في طريقة زواجنا زيهم يعني، حفلاتنا تبقى زيهم. تعالم الكنيسة، الكنيسة تعالمت في هذه الأيام. صحيح نحن في العالم لكننا مش من العالم. قال الرب يسوع المسيح كما أرسلني الآب إلى العالم أرسلتم إلى العالم. أكثر حاجة هو أننا نتشابه بالعالم. الكتاب يقول لنا كده أي جميلة حلوة أو بحبها، أي شركة للنور مع الظلمة، أي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن. لذلك اخرجوا من وسطهم واعتزلوا يا شعبي ولا تمسوا نجسا فأقبلهم. إحنا في العالم لكننا مش من العالم ولا نعيش كباقي العالم. يا أخي هل ده معناه أن إحنا كمؤمنين يعني مش هنعيش زي العالم، هنتقوقع بقى على نفسنا ونقفل كده على نفسنا ككنيسة، احنا كده كويسين وعايشين كمؤمنين وملناش دعوة بقى وننعزل ونبقى لوحدنا كده وخلاص عشان احنا مؤمنين ولازم نعيش غرباء مع نفسنا كده وبس ملناش دعوة بأي حاجة تاني؟ هذا ليس فكر كتابي على الإطلاق. احنا موجودين في العالم صحيح، احنا بركة للعالم، إيجابيين في العالم، بنخدم الناس اللي حوالينا. إخوة أفاضل كتير اللي بيسمعونا دلوقتي واللي نعرفهم أطباء أفاضل في مستشفياتهم بيخدموا الرب، بيخدموا المرضى كلهم، بيخدموا المجتمع، بيخدموا الخاطي والمؤمن. إخوة أفاضل بيشتغلوا في كل المجالات، علماء وعمال غيرهم غيرهم موجودين في العالم مش منعزلين عن العالم. لا يوجد في الكتاب دعوة اسمها أننا نتقوقع حوالين نفسنا أحباء الأفاضل. نحن ننفصل عن شر العالم لكننا نحيا في العالم. وأجيب مثال بسيط. لما نفتكر يوسف ودانيال اللي كان في العهد القديم، يوسف كان في العالم في مصر مش كده برضو؟ في بيت فوتيفار بيشتغل أمين جدا وبارك الرب بيت المصر بسبب يوسف. طب يروح السجن يعمل ايه؟ يقول الكتاب وكان يخدم المسجونين، يقول كده الكتاب. طب يروح قصر فرعون يعمل ايه؟ يقول لهم لا انا مؤمن مش دعوه فرعون، استغفر الله ابعد عن فرعون دوت ده راجل وسن شرير. ابدا. عندي حلم يا يوسف. قص سيد الملك سمعت عنك انك تسمع احلاما لتفسرها. الله هو له التعبير. قول يا جلاله الملك يفسر الحلم. طب عايزين واحد حكيم يدبر ايام المجاعه ويخزن القمح. مفيش حد غيرك انت يوسف. حاضر. يوسف كان في ارض مصر عاملا ايجابيا خادما، لكن عند الشر كيف افعل هذا الشر العظيم واعمل ايه؟ اختير الله. دانيال نفس الحكايه، اسير ومسبي في بابل في العراق مش كده برضو؟ يفسر احلام، يخدم المملكه. اقرا عنه كده يقول فنجح دانيال هذا في ملك كورش وملك احشاويرش الى اخره. طب تعالى كل معانا اشرب خمر واطيب الملك وخمر مشروبه. اسف، جعل في قلبه انه لا يتنجس. احنا موجودين في العالم بارك للعالم، نخدم الناس بعنينا في كل المجالات بتاعتنا، سواء اطباء مهندسين دكاتره عمال سواقين وتفر ربنا حطنا فيه، في محلاتنا في بزنسنا الخاص في اي حاجه. لكن عند شر الناس يفتح الله. عند خطيه الناس وعادات الناس وافكار الناس ينطبق علينا ما قال الكتاب، أي موافقة لهيكل الله مع الأوثان، أي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن، أي اتفاق للمسيح مع بليعال. إحنا في العالم
ولكن لا نتفق مع شر العالم. استاذنا ناخذ مكالمه من مصر. اخ ايليا معنا الاخ سمير. الو. ايوه ايوه اخ سمير حضرتك معنا. ايوه مع حضرتك. طيب وطي التلفزيون بعد اذنك واسمعنا من التليفون اتفضل. وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون اتفضل. سامعينك اتفضل يا اخ سمير. ايوه اهلا بيك. يا اهلا بحضرتك الدكتوره منى. منى مع حضرتك. يا اهلا بيك يا دكتوره، واهلا بحضره الاخ الامين الاخ إيليا كرولوس. انا الحقيقه يعني سعيد جدا بمتابعه البرنامج، وفي يعني الروح القدس الحقيقه لدرجه ان انا يعني دلوقتي عندي حوالي الساعه 5 الا ربع صباحا. انا مستغرب ان انت صاحي بتسمع البرنامج دلوقتي يعني بشغف يعني وبحب. نشكر ربنا وارجو ان تصلوا من اجلنا الرب يكون معانا. مين وبرضه الكتاب المقدس في كورنثوس الثانيه بتقول فنسرب الاولى ان نتغرب عن الجسد لكي نستوطن عند الرب، يعني في داخل موضوع الحلقه. وشكرا جدا. ربي يباركك يا اخ سمير. صلوا من اجلنا. امين امين. يا رب يكون معك. نشكرك لمكالمتك يا اخ سمير. تعيش ربنا يبارككم جميعا يا رب. ويباركك ايضا. والاخ سمير اضاف ايه حلوه جميله جدا ومع حضرتك كمان ايه جميله قوي حضرتك ممكن تكون ذكرتها في سياق الكلام النهارده. نسرب الاولى ان نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب. ده اشتياق المؤمن الغريب. في نفس كورنثوس الثانيه بيقول فيها انه لو خيمتنا اتقطعت لنا بناء، فمنشتاقين ان احنا نتغرب عن الجسد ونقعد عند الرب. امين باسم يسوع. اخ ايليا الرب يعني اكيد ليه تعاملات خاصه معانا لو احنا بنحيا كغرباء ونزلاء. اكيد الرب ليه يعني تعاملات بتعامل معها معانا، بيحمينا وبيقودنا وبيقصد ليه بركات. بركات يعني بركات لينا من عند الرب كغرباء. اكتفي ببركات كثيره مخصصه للغرباء. بركات مخصصه للغرباء. ممكن نقرا مزمور 105، ناخد ايتين من مزمور 105 وأشجع نفسي وأحبائي يلا نعيش غربة. ولينا وعد وضمان من ربنا لكل مؤمن غريب في الأرض أنه ليه حماية خاصة كعايش غريب للمسيح، مش غريب من بلد لبلد لكن غريب للمسيح. أشجع نفسي وأشجعك عيش غريب للمسيح وتمتع بالوعد الحلو. مزمور 105 عدد 12 12 ل 14 إذ كانوا عددا. ايوه اوكي. بيتكلم عن شعب الله وهو ماشي في الارض غريب، ربنا متعه بحاجه حلوه قوي. إذ كانوا عددا يحصى قليلين وغرباء فيها، ذهبوا من امة الى امة من مملكة الى شعب اخر، فلم يدع انسانا يظلمهم بل وبخ ملوكا من اجلهم قائلا لا تمسوا مسحائي ولا تسيئوا الى انبيائي. شكرا. كانوا عددا يحصى قليلين وايه كمان؟ وغرباء فيها. لكن العدد القليل بتوع شعب الله الغرباء دولت كان ممكن يتاكلوا. فرعون مره حب يموت ولادهم يرميهم في البحر، حب ان هو يذلهم بالطين ويموتهم. لكن ماذا حدث احباء الافاضل؟ اسمعوا. اذ كانوا عددا قليلين وغرباء فيها، كان هناك امرا من الرب الاله فلم يدع انسانا يظلمهم بل وبخ ملوكا من اجلهم قائلا لا تمسوا مسحائي ولا تسيئوا إلى أنبيائي. إذن المؤمن الغريب له حماية من الرب. مش بس حماية، وله معونة من الرب. له سندة من الرب. مش لوحده. له حضن من الرب. له تشجيع من الرب. أنت غريب يا ابني، أنا معاك. أنا معاك. أنا سندك وسط الأزمات. أنا رفعك فوق الضيقات. ما تخافش في وعودي ليك ما برجعش. ودي لقيها في قصة يوسف. ايه اللي شدد يوسف يا اخت منى ان هو يقدر يعيش حياه النصره والبركه رغم الظروف اللي كلنا عارفينها عن يوسف؟ عباره في التكوين 49 يقول عنه ايه؟ تشددت سواعد يديه. من هناك من الراعي صخر اسرائيل، من اله ابيك الذي يعينك. انت غريب لوحدك، ولد يتيم، مرات فوتيفار اتبلت عليك، حطيت في السجن يا حبيبي 13 سنة من الإزلال في أرض مصر، لكن أنا سندك، أنا معاك. أحبائي يلا نعيش أمنا وغربة في العالم وما تخافوش. لا تخف لأني معك،
لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري. هناك حماية وهناك معونة لكل مؤمن يعيش سائح غريب، يا سائحا نحو السماء تشددا، أنت الحبيب فلا تخف شر العدا، صار انتصارك بالصليب مؤكدا. حماية ومعونة. لكن ايه النصائح اخي ليلة الدهنة عن يعني في الكتاب الدهنة واللي يقولها لنا ويسيبها معانا النهاردة نحن كغرباء، ايه الكتاب يقول لنا ايه؟ نرجع للكتاب المقدس ونسمع نصائح للمؤمنين الغرباء. اول نصيحة بيقدمها الكتاب المقدس للغرباء في كورنثوس الثانية 5 اللي جت منها آية الوقتي، قال كده: فلنحترس مستوطنين كنا أو متغربين أن نكون مرضيين عنده. مستوطنين أي بصفتنا مستوطنين تبع السماء يعني، أو لسه عايشين على الأرض هنا متغربين، فلنحترس أن نكون واحد مرضيين عنده. أحبائي الغرباء، يلا كل يوم نقول للرب ساعدني أكون مرضي عندك، علمني أن أعمل رضاك، لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب صخرتي وولي. أخذ نصيحة تانية من رسالة بطرس، أصحاح الرسالة الأولى أصحاح 2 عدد 11، يقول الرسول بطرس للمتغربين، يقول لهم إيه؟ أيها الأحباء، 2:11 بطرس الأولى: أطلب إليكم كغرباء ونزلاء. إيه عايز إيه يا بطرس؟ أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس. المعطل الثاني أو النصيحة الثانية أن نبتعد عن كل الشهوات التي تحارب نفوسنا وتجيب لنا الكآبة وتخلينا عايشين تحت في الأرض هنا. يلا نبعد عن كل الشهوات العالمية والردية. في وقت تاخد نصيحة ثالثة؟ ناخد جورج من مصر بس. تفضلي. هلو أخ جورج، حضرتك معانا، تفضل. ألو، صباح الخير حبايب الرب وأخويا الغالي الأخ إيليا. أهلا وسهلا. أنا جورج شوق من مصر، عندي شركة مصاعد، وكنت التقيت بيك مرة في جمعية خلاص نفوس في الفيوم والغربية. أيوة. مع بعض. أهلا بيك، تتذكرني يعني. أهلا بيك حبيبي. أنا بضم صوتي ليك في موضوع الغربة. في خلال الأحداث اللي فاتت، الأحداث اللي هي بتاعت الانفلات الأمني في مصر، تعرضت لكارثة ضخمة جدا. كان عندي عربية بضاعة محملة معدات مصاعد مسافرة من القاهرة، طلع على الطريق الصحراوي، طلع عليها جماعات مسلحة بالآلي بالسلاح، خطفوا العربية بالسواق وضربوا السواق ورموه في الجبل وأخذوا العربية بكامل حمولتها. ده كان بالنسبة لي ضربة قاسية جدا، لأن المبلغ اللي كان على العربية من المعدات كان مبلغ ضخم جدا، والسيولة أنا خسفتها بصدق يعني. اللحظة اللي أنا حسيت بيها في الخسارة، حاجة واحدة بس هي اللي رفعتني فوق كل حاجة، إن أنا حسيت أو أنا متأكد إن أنا شخص غريب في هذا العالم، للرب. وإن أنا الإمكانيات المادية اللي بين إيديا النهاردة اللي ربنا إدها لي مهما كانت كبيرة، لكن هيجي وقت وهسيبها وهسافر. صحيح. فإذا كنت أخسر ربع مليون، أخسر نص مليون، لكن إحساسي وتمسكي بما هو فوق، وإحساسي وتمسكي بالأمور الباقية لا الزائلة، كان شيء رفعني جدا جدا جدا، وعدت الكارثة بدون ألم وبدون ضيق وبدون معاناة. مبارك. غيري من الناس خسروا في كوارث يمكن ربع المبالغ اللي أنا خسرتها في الحادثة دي. جالهم انهيار عصبي، واللي جاله حالة نفسية، واللي ضغط. لكن اللحظة اللي أنا كنت بمر بيها في كارثة أو في أي أزمة بمر بيها في حياتي، عزائي الوحيد إن أنا بتذكر وأذكر نفسي دائما إني شخص غريب عن الأرض، ربي بس. إن أنا منتظر وطن أفضل، وأي خسارة هنا بنخسرها في العالم
لا تشكل لنا كمؤمنين أي أهمية إن كانت خسارة مادية أرضية. فأنا بشكرك جدا لأجل الرسالة الرائعة دي. أنا قاعد على فكرة بتفرج عليك من بدري، أنا دخلت البيت تقريبا من نص ساعة، أول ما فتحت وشفت الأخ إيليا وأختي منى انبسطت جدا. وعايز أقول لك احنا بنتابع برامج الكارما في مصر من اعظم القنوات اللي احنا بنحبها جدا على فضائيات المسيحيه. ربي يبارككم ويبارك خدمتكم. يباركك ويباركك جدا، بنشكرك جدا ان يعني ربنا يباركك، ده مثل عملي فعلا لشخص عايش غريب بجد. انا فرحان جدا انه مثل عملي مش مجرد وعظ بينها بنقوله، لكن ده حقيقه واحد اختبار في ظروف صعبه احنا عارفينها في مصر، لكن شجعوا على الخساره ديت زي ما قال الرسول بولس لتيموثاوس انه واضح ان دخلنا العالم بلا شيء وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه شيء. شجعه إزاي يعيش يتحمل خسارة إذا عرف أنه هو غريب. أمين. أنا نفسي تختم لنا أخي إلي لأنه قدامنا دقيقتين تقول لنا النصائح الغالية اللي في الكتاب، لو عندك أي نصائح تانية تحب تقولها لنا. هختم بس بنصيحة قالها الرسول بطرس في آخر رسالة تانية، قال فبما إن هذه كلها تنحل هتضيع، آجلا أو عاجلا هتضيع وهتتحرق، الأرض والمصنوعات الممتلكات والدول والممالك والرؤساء والملوك، بما أن هذه كلها بما فيها الصحة والجسد والممتلكات بما أن هذه كلها تنحل. النصيحة فأي أناس أي نوع من الناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب. احنا عارفين كلها تضيع عشان نمسك فيها، لكن كل يوم نقول له آمين تعالى أيها الرب يسوع. آمين. آمين أخي، نفسي تصلينا في دقيقة لأجل كل أحبائنا اللي سمعوا النهاردة لكن لسه يعني روح القدس بتعامل معهم، أن فعلا رسالة توصل لكل أحبائنا اللي سمعونا أخي النهاردة. يلا نصلي مع بعض حبايبي. ونفسي نرفع طلبات الصلاة اللي جات لنا بسرعة لأجل أختنا نبيلة، لأجل ظروف أخوها وظروف أسرتها، لأجل أخ رمزي وصحته. جالنا طلبة صلاة أخت من نيويورك لأجل الرب يعطيها نسل، فنفسي نرفعهم أمام عرش النعمة معنا في الصلاة. خلي تفضل. شكرا ليك يا حبيبنا الغالي. شكرك يا اللي مت على الصليب عشان تدينا الأبدية السعيدة، تنقلنا من الموت للحياة، من سلطان الظلمة شكرك لملكوت ابن المحبة اللي لنا فيه الفداء وبدمه غفران الخطايا. أصلي أولا يا رب إنك تنقل كل نفس النهاردة من الهلاك ومن النار الأبدية، تنقلها لملكوت ابن المحبة، وتفتح العينين على حلاوة المسيح الأبرع جمال، وتفتح العينين على الأبدية السعيدة والمجد الأبدي وبيت أبونا والأبدية اللي كلها أفراح لا تنتهي. عشان كده ترخص علينا الأرض واللي فيها، وبحية بعز ندوس على كل المغريات ونستنى مجيئك مهما قابلنا من اضطهادات وصعوبات وألمات. يبقى الشعار الحلو اللي قدامنا ليس لنا هنا مدينة باقية. المس كل قلب يا رب، حط ايدك بنعمة على كل نفس فينا، واذكر حبايبك اللي طلبوا الصلاة لأجلهم، اللي محتاج للمسة شافية، واللي محتاج لخلاص حياته اللادي، واللي محتاج عطية نسل يا رب، واللي عنده أزمة مادية. بصراحة وباختصار أعين الكل إياك تترجى. في آخر حلقتنا بنقول لك آمين تعالى. آمين تعالى أيها الرب يسوع. بارك الكل من سمع الحلقة والرسالة، وبارك القناة الكرمة والعاملين فيها، كافئهم وعوضهم واستخدمهم لنشر إنجيلك يا رب بكل مكان في العالم. باسم الرب يسوع المسيح لك الكرامة والحمد من الآن إلى أبد الآبدين. آمين. 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 شكرا جدا يا أخي إليا، فعلا ربنا يباركك. يعني أنا ربنا أتكلم ليا كتير، ومتأكدة ربنا تلمس مع ناس كتير مننا ومحتاجين الرسالة دي. شكرا لإضافتكم ليا. شكرا لوجودك. قناة الكرمة بصلي الآن ربي يبارك إخواتي اللي مستخبين ورا الكاميرات بسمي. اللي في الكنترول روم. آمين. العاملين اللي مش باينين على الكاميرات، عايزين نصلي لهم أحبائي المشاهدين. آمين. نصلي لهم ربنا يكافئهم ويباركهم بتعبهم، بنطلع على كتافهم عشان نقدم لكم خدمة. الرب يكافئهم 100 ضعف. وبارك كمونة وصمول
كل حبايب العاملين في الكرمة. امين يا اخي، مشكورك جدا جدا على الحلقه دي وعلى تشجيعك وصلواتك ومحبتك. ربي يقودك ويباركك من مجد المجد ومن قوه الى قوه بنعمه الرب. احبائنا المشاهدين، انا بصلي جدا انه فعلا يعني ربنا اتكلم ليا ولكل واحد فينا، انه الدرس ده يفضل في قلوبنا كل يوم واحنا بنصحى، نقول له يا رب فكرني ان انا النهارده غريب ونزيل، ده مش مكاني وده بيتي، لكن بيتي ومكاني الابدي هو في السماء. اشكركم جدا متابعتكم والى اللقاء وحلقه قادمه.